السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تحديات ومناقشات ومناظرات دور الستاشر السينمائي. وخلوني في البداية أرحب بضيوفنا النهاردة وعودة الريفيور الضال مستر طارق لهذه السلسلة. كنت فاكر إن هو صور معانا قبل كده حلقة واحدة، طلع مصور حلقتين ودي المرة الثالثة، بس عشان هادي شوية فما تحسش بوجودي، تحس خفيف خفيف على الحضور والكلام ده. منورنا يا دود، بيك يا باشا. انا هو مستر محي، انت لسه هتخطب؟ لا خلاص، لا لا لا. ومستر محي الجامد اللي بينورنا لاول مره، اهلا وسهلا بيك يا دود. عامل ايه محي؟ صديقي، اهلا وسهلا. صدقنا كلنا مش صديقك انت بس، يعني بس يعني مش عايزين نحط الدنيا زي ما يكون طارق جايب صاحبه، هي مش كده خالص. لا لا، بس هو برده كان ليه فتره وجيزه كده في الريفيوهات، في الريفيوهات ذكي، بس هو 2600 سبسكرايب والله يتصبر. لا بس يا حلو محي برده، يعني في عشره افلام كتير ونروح افلام في السينما كتير وبتاع، فهو ضيف اعتقد يعني هيبقى ليه انبوت فشيخ في الحلقه دي. وانا متفائل جدا بالحلقه دي قبل ما نبتدي، لانه التايتلز يعني في حاجات، ان احنا كلنا سائلين حاجه، ان دي تقريبا ال 16 فيلم كلنا شفناه، يعني مفيش حد ما شافش من المرات القليله اللي بنتكلم على 16 حاجه احنا ثلاثه شفناها. وفيلم كويس. ايه هم بقى ال 16 دول؟ ايه موضوعهم؟ موضوعهم عايز تفضل. لا احنا بنتكلم على ان الافلام ليها علاقه بالتايم ترافل، او بين قوسين التايم مانيبيوليشن، السفر عبر الزمن او التحكم في الوقت. صح. او التلاعب بالوقت بشكل او باخر. لا مش بشكل او باخر، لا. بشكل واحد. صح. واحد. صح. بشكل معين، شكل ليه علاقه بالساينس فيكشن. ساينس فيكشن. احنا بنتكلم على سب كاتيجوري من الساينس فيكشن. يعني هو علشان ندخل الناس بس في الموضوع، احنا القايمه ديت لما ابتدينا فيها من الاساس كنا بنفكر في افلام ساينس فيكشن، وبعدين قلنا لا، ساينس فيكشن دوت مفهوم واسع قوي 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 قوي، وهنوقع حاجات كتير مهمه. صح. فتعالوا نشوف حاجه نحد بيها الموضوع شويه. فجت في دماغنا فكره التايم مانيبيليشن او التايم ترافل علشان نوصل للليست بتاعتنا. صح. هي بس الفكره يعني بشكل او قصدي كلوبس، يعني عشان بس نتكلم فيها، يعني في افلام فيها حد بيسافر للماضي، في للفيوتشر، في حد بيتحكم ان هي تبقى لوب اليوم بيتعاد، يعني في كذا فورم، مش كلها مثلا حد سافر للفيوتشر او حد رجع، يعني في افلام مختلفه يعني. فانا مبسوط، انا مبسوط بالليست عامه، وحتى الافلام اللي طلعنا منها الليست معظمهم افلام برضو لطيفه وكلنا عارفينها يعني. ولو عاوزين تعرفوا الليست الاولانيه اللي استخرجنا منها ناس، هتلاقوا في زرار اسمه جوين، تجوينوا القناه تلاقوا الحلقات بتاعه اختيار الافلام نفسها، علشان احنا عارفين كل دايما الناس بتقعد تسال ازاي فيلم الفلاني ما دخلش، ازاي فيلم الفلاني ما عملش. في الاغلب هتلاقوا الاجابه في الحلقه اللي فاتت، بناء على ايه في افلام مهمه جدا وضروري جدا كانت تكون موجوده، ولكن عشان احنا محدودين ب 16 اسم، في عنصر معين او عامل معين رجح ال 16 فيلم دول عن افلام تانية محترمه زي فيلم بالم سبرينجز مثلا. صح صح. احنا شفت الطريقه الاورجانيك اللي رحت. لا لا، دخلنا له فيلم تاني هنهزقه دلوقتي. في فيلم طلع فيه القطط. بالم سبرينجز ده فيلم يعني كنت شفته انا ومحمد طارق، اللي قال لي عليه بصراحه. يعني الفيلم ده نزل اخر 2020 اول 2021 على هولو، فما حدش كان متوقع ان هو يبقى حاجه خالص. وفيلم عباره عن تايم لوب، هو من غير حرق كده، بس هو صياعته ان في كذا حد في التايم لوب مع بعض، وهم بقوا عارفين كاننا احنا الثلاثه كلهم عارفين، احنا عارفين ان احنا اليوم بيتعاد بينا، فعايزين نخرج من ده. انترستنج توست. وهو رومانتك كوميدي، رومانتك كوميدي شويه، رومانتك كوميدي، هو واحد وواحده فبيحبوا بعض ايفنتشلي. حلو. تمام. فككونسبت، لا هو ككونسبت حلو وسنتمنتال، وفي جانب برضو كده يعني خليك تقعد تفكر فكره، يعني دايما الافلام بتاعه التايم ترافل فيها جانب بيعلمك حاجه معينه، بتطلع بكونكلوجن، بتطلع بحاجه استفدتها يعني من في دروس مستفاده من الموضوع، مع انه بيسف على الحوار ده. أوكي. في حته هو بيسف عليه، هو طب ما جايز لو بقينا كويسين الدنيا تتحل. doesn't work like that. يعني هو في كاركتر بيامبريس التايم لوب، يعني هو بيقول لك ما نفضل قاعدين اليوم ده واحنا حفظناه وحلو وبتاع، يعني كده. لا فيلم بالنسبه لي ري واتشبل وفيل جود موفي وفيلم كده، بس هو يعني علشان نكون فاهم برضه بقيه الحاجات، الموضوع بسيط يعني. يعني هو كان موجود في ال 16 قبل ما نتحرك على طول، قبل ما ندور على طول، وبعدين اكتشفنا ان هو الفيلم الوحيد اللي فيه حد من القاعدين ما شافوش. اللي هو انا حسيت ان صعب الاستغناء عني في هذه الحلقه بصراحه، فيعني استبعدنا الفيلم وخلينا انا. دخلنا ايه بقى؟ دخلنا فيلم جديد. ودخلنا افلام تانية هتشوفوها بقى لما نيجي نبتدي في القرعه، بس قبل ما نبتدي في القرعه عايزين نفكركم باللايك، وعايزين نفكركم بالسبسكرايب، وعاوزين نفكركم بانهم تبصوا على البروفايلات بتاعت الشباب اللي كانت بتاعتها موجوده بتاعتي في الديسكربشن، ويلا بينا نسحب القرعه. انا رايي الراجل اول مره يجي صحيح، اسحب لنا ماتش يعني. حلو. يا باشا متابع جيد للحلقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ما اتنين يا رب ما يبقوش اتنين جامدين مع بعض. بس اول حاجه مان ان بلاك 3 ماشي اوكي، والتاني عايزين منافس سهل. يا رب بورتو. يا رب بورتو. استنى ايدج اوف تومورو. سخنت ماتش وحش وحش. اكس مان دايز اوف فيوتشر باست. ماشي مش عارف، حاسس ان انا في حفل الفيفا دايما لازم افتح البتاع واوريها للكاميرا يعني. المهم ان انا يعني. طبعا انا ضايع في الاضاءه فلما بتعمل كده مفيش حاجه باينه اصلا. لوبر. لوبر انترستنج. بس انا اعتقد مش عارف الفاكتور ده ان احنا عشان شفنا ال 16 فحاسين كلهم جامدين او ريليفنت يعني يجي منهم يعني خبطوا مع بعض. افنجرز اند جيم. ماشي يقابل ترمينيتر. يبقى كده في افلام كده في افلام تعبانه هتلعب بعض على فكره. دي حقيقه. بس معناه ان الدور اللي بعده بقى هيبقى تخبيط يعني اما نشوف بقى. بس او لا الدور اللي بعده هيبقى سهل بس هي الناحيه دي عارف عامله زي ناحيه لازم تتردد كاس العالم. والله كليك. طيب مكان يلا ما علينا. تخيل لو يقابل بقى صاحبنا ده ايه اللعبه اللي وش باك تو ذا فيوتشر 2. اوكي ماشي طيب كده الناحيه دي خلاص. تمام هو يعني تمام يعني سو فور سو جود. باك تو ذا فيوتشر 1. اوكي ده احنا الناحيه الثانيه بقى. حلو حلو يقابل والله هو انترستيلر. يا نهار اسود ده عمال اقول هي يعني ده النهائي هيبقى ما اعرفش. انت عمال تفتح انت عمال ده اللي هو طلعه الباقي انت ايه اللي انت طلعته ده لبعض يا باشا ده. طب امال النهائي هيبقى شكله ايه صحيح؟ ما هم دول المفروض يلعبوا بس يعني فيها بولي ده النهائي الاول. نهائي مبكر قوي. طب يا جماعه الفيلم ده ايوه قبل ما لو قلته هنسبويل فيه حاجه ان الناس هتعرف ان هو فيه تايم ترافل فهنبقى بنسبويل فيه حاجه فسبويلر اليرت يا جماعه للفيلم اللي انتوا ما تعرفوه. بس هو فيلم مش جديد قوي فاتس اورايت يعني لو بصوا لو حد مش عاوز يسبويل عليه اي فيلم في التاريخ يقفل الحلقه دلوقتي. اوكي ارايفل يا جماعه يقابل ديجا فيو. قبل الماتش الاخير في سؤال مهم بنساله فبعد القرعه ديت قبل ما تسحب فكر نسال سؤال. اوكي 12 مونكيز. اورايت ماشي تتت. كانت الويندوز ثيم بتاعتي المره الوحيده اللي ركبت ستيم للويندوز كانت 12 مونكيز. بجد قول انت الفيلم ده فلاش. انت مالك بتكلمه زي ما بتقول قذر كده ليه؟ الفيلم ده مش انا اللي لا لا ده فلاش يا جماعه ده فيلم عظيم جدا. ده فلاش بوينت بارادوكس. ده فلاش و12 مونكيز دول اخر فيلمين دخل باي ذا واي. صح قبل ما تفتح بقى مين الفيلمين اللي فاضلين؟ الفيلمين اللي فاضلين احنا قلنا اكس مان دايز اوف فيوتشر باست. في ترمينيتر هنا في حته. ترمينيتر موجود. افنجرز اند جيم. استنى لا حلوه دي. المره اللي فاتت عرفتها على طول. بس ايه انترستيلر. لوبر. لا لوبر موجود. لوبر على اكس مان. الخيبه دي ايه ده؟ لا استنى ايه ده؟ ايه ده يعني احنا لسه حاطينهم دلوقتي؟ ايه ده؟ استنى هنفتكر. ما حدش فاكر منهم حاجه؟ لا احنا قلنا اباوت تايم بره. اباوت تايم بره. من سورس كود. سورس كود يس صح. و حاجه انا انصح ايه ده؟ طب انت عارف طبعا ادينا هنت بس معنا.
يا نهار اسود حاجة لا حاجة تزعل قوي يا نهار حاجة تزعل قوي لا مش هقول له انا اول من الحلقه خلينا قاعدين لا ما تزعل قوي ده اذا ذكر التايم ترافل ذكر هذا الفيلم الا وهو اذا ذكر التايم ترافل بارادوكس ذكر هذا الفيلم برينستنيشن انا اسف السورس كود اهو برينستنيشن اخر واحد Predestination. على فكره الجنبين تقال اكشلي في افلام كتير يعني انا حاسس الموضوع يعني احنا لما كنا جايين ندور فعلا احنا انا حسيت ان لا افلام مش اللي انت بتحطها لمجرد 16 لا انا بحطها علشان هي افلام جامده وافلام تكتب من غير ما توري الناس انت متوقع من اللي يكسب ماشي اوكي وتخبي الورقه بس ده جمع. بس ده ملوش علاقه عندنا بانا ميال يعني لو مجرد توقع هو ابروتش يا اما توقع يا اما انت ميال لايه وهتكافح علشان تكسبه يا اما فيلمك المفضل يعني زي ما انت عايز انا فاهم بص انا كتبت حاجه فيلمي المفضل وايه ومش هحارب ليه قوي از لونج ان ايه في ارجيومنتس مقنعه يعني خلينا انا لو كنت خدت الورقه دي قبل القرعه كنت كتبت حاجه ودلوقتي كتبت حاجه تانية عشان بتشوفهم كلهم قدامك برضو لا في حاجات اتس نوت ان ايزي تاسك انا ايه ده بس انا يعني ممكن اكتب حاجه يعني هكتب حاجه متوقع ان هي تكسب مش 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 يعني مش لازم اكون بدروش لا مش لازم ماي فيفورت بس يعني ايه انت ما ذكرتش ليه من الاول وليكن ما يكون ماشي انا هحارب الفلاش لا يا اخويا خلي دي كده عشان البراند باين عندك فيلم جامد عزه حطه هنا عادي باين حطيته تحت الموبايل يلا بينا المباراه الاولى من بلاك 3 يقابل ايدج اوف تومور تمام الاثنين من اولادي المفضلين والله اوكي مين بيحب من بلاك من بلاك 3 انا بحب من بلاك 3 بتحبه فقط ولا بتحبه قوي لا بحبه قوي لان انا يعني انا هنا البارت ده اللي كنت بقول لك ان في الافلام دي جزء انت متعلق بيه بيبقى عاطفيا وفي جزء عشان الفيلم حلو انا الفيلم ده انا التريلوجي دي كنت شفتها مع اخويا وكان الفيلم الثالث هو اللي دخلناه في السينما مع بعض والقفلة بتاعته هي عاطفية جدا اي نعم هي بتردكن بتعمل مشكلة في الفيلمين الاولانيين يعني هو مفروض ان شخصية تومي لي جونز ما كانتش تعرفه او ما فيش اي ايحاء ان هو كان يعرفه اصلا في 1 و 2 بس لا هي اوفرول قصة حلوة جدا يعني انا ده كمان ان بلاك لو هنمشيها كده انا مختلف معك قولي انا حاسس ان هي very well designed من الاول لان لو تفتكر تومي لي جونز في 1 كان متحيز له رغم ان هي سكورد باد في كل حاجه اوكي بس عارف دي ساعتها هو فرضه على البروجرام بالعافيه ماشي بس انا كنت بحسها عارف انت اللي هو ات مايت بي ان هو عنده فيجن او عنده ان هو عنده فيجن اللي هو مما يجعل الفيلمين حلوين صح يعني ماشي. يعني هو في الاولاني كونسيلدت حلو قوي بس هي كانت موجوده اوكي وفي الثالث ادالك الكلو بتاعها ماشي انا 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 بالنسبه لي انا بحب من بلاك الاولاني اكتر واحد بصراحه أوكي. وما بتحبش التاني لان التاني ما يتحبش هو مفيش اي حد في الدنيا المفروض يحب لا هو الفكره كمان ان التاني ده كان بيجي على ام بي سي 2 اكتر واحد ونسيني الاولاني اللي هو الراجل اللي هو كان عامل ويلسون فيسك اسمه ايه دينفيرنو ولا الممثل دينافريو ولا دينافريو بتاع ويلسون فيسك كان عامل كان يعني عنده حركه كده بيعملها كان جيرمين كليمنت بموت فيه بس انا بقى 3 في فتره كده من في السينما وقت مان ان بلاك وقت دايز اوف فيوتشر باست وبتاع كنت بحس الثيرد اكت حسه متكروت قوي يعني انا جدا. المشهد بتاع البحر ده حاسه حاجه لو بادجت لاست مينت ثوت كده مش ويل ثوت متظبطه كويس لا مختلف معاك مان ان بلاك دي الايمج اللي عندي انا فاهم الفكره وفاهم اللفه وفاهم الحاجات بس انا يعني مان ان بلاك يعني ما بحبوش قوي بصراحه يعني ما بحبش بالذات الثيرد اكت بالنسبه لي مبوظه شويه اي وود لاف انه يعني بحب الاول اكتر اكتر ماشي من بلاك انت ايه ايدج اوف تومورو بقى لا ما انا من بلاك 3 بحبه حب فوق الوصف لان من المرات القليله اللي بتيجي تعمل جزء تالي ايا كان الرقم بتاعه
في سلسلة كانت انهارت تماما لان الجزء الثاني كان سيء والجاب ما بين الثاني والثالث كبير. 12 سنة تقريبا او مش حاجة بسيطة خالص. فمن الواضح ان انت جاي تحلم. يعني هي ذات الصورة الذهنية اللي ممكن تيجي في دماغ اي حد. ولكن والفيلم لما نزل في السينما دخلتوش في السينما. يعني انا سكبت تماما ما توقعتش منه اي حاجة. بعدين جيت اتفرج عليه في التلفزيون يا خبر ابيض على روعة الكوميديا. الويل سميث ايام لما كان لسه بنحبه عملها لما رجع للماضي في اول نص ساعه ليه في الماضي دي انا حاسس انها محتاجه تتبروز من جمالها ومن روعتها ومن الكيميوز اللي ظهرت فيها واللي كان منهم بيل هيدر كان عامل اندي وورهول فشيخ حاجه مش معقوله يعني. وبعد كده دخلنا في الادفنتشر لاير بتاع الممثل اللي عمل دور الراجل اللي قاعد في الهاردوير ستور اللي بعته للماضي اللي هو كل شويه تساله حاجه يفهمها فهمتين وبتاع شخصيه عبقريه برضو بحبها جدا. وبعدين جوش برولن اوكي جوش برولن بتاع توم لينز ما كانش لسه برضو ما كانش حد عارفه قوي مش مولع الدنيا ولا زي ده كان مكتشفين وابتدى يظهر كان عامل نو كونتري فور اولد مان فابتدى يبقى عليه شويه اقبال. ولما اتفرجت على الفيلم لا ده حاجه مقفوله تقفيله بنت لذينه. احنا اتكلمنا على من بلاك 3 قوي ولسه ما اتكلمناش على ايدج اوف تومورو بس انا عايز اقول ان في صفتين صفه بتجمع الفيلمين دول لما اتعرضوا الناس ما اهتموش بيهم الفيلمين ده علشان اللي احنا لسه قايلينه وايدج اوف تومورو عشان نزل بعد اوبليفيان على طول والناس كتير تصورت ان هو شبه اوبليفيان ان هو هيبقى انذر اوبليفيان بس هو طلع حاجه تانية خالص. لا لا بس عايز اقول لك ان الورد اوف ماوث فادت ايدج اوف تومورو ما فادتش من بلاك خالص. ولو خلينا لو هتكلم على ايدج اوف تومورو ممكن اقول لك ان انا كنت من الناس اللي دخلت اوبليفيان في السينما وايدج اوف تومورو ما شفتوش في السينما اللي هو استنيت بقى مش فاكر لما اتعرض على حاجه ولا اتفرجت عليه مع اصحابي في يوم واللي هو اصل انت القصه بتاعته البريمس بتاعه لو قلت لك ان احنا بنعمل اللي هي التايم لوب دي بحاجه اكشن هتحس ان هي حاجه توم كروز اللي هو كده مع ان دي كانت الفتره اللي توم كروز بيبيك فيها في ميشن امبوسيبل وفي نفس الوقت انا شايف ان هو بيبيك فيها في الفيلم ده لان الفيلم ده خد الكونسبت وعمله بطريقه صايعه جدا ان هو من جندي عادي جدا لبقى برو جندي بي ار جندي يعني اللي هو موظف اعمال مكتبيه لبقى البرو وان هو لما بيقابل ايميلي بلانت وهي بتقول له على السر بتاع التايم لوب بتاعها وموضوع الالفا والاوميجا وانا عشان البلود ترانسفيوجن اللي حصل لي ايه الصياعه دي والفكره ان انت خلاص هو بيمهد لك ان البطل ده هيموت هو ده ما ينفعش يكمل النهاية بتاعته كمان لا هي نهاية على قد ما في ناس تقول لك لا ايه ده مش واقعية لا هي نهاية هابي اندنج وفي نفس الوقت مرضية ليك انت كمشاهد يعني الابتسامة بتاعت توم كروز اللي بنقفل بيها ده انت لو بتتكلم على وشك على الفينالي الساركاستيك شوية اللي في الاخر اللي قبله كمان البوس فايت من المرات القليلة جدا اللي تلاقي بوس فايت بتجلوريفاي كل الاحداث اللي قبلها صح دي عاده احنا بنفوتها نقول خلاص انا استمتعت فاقفل زي ما تقفل صح لا هو ايدج اوف تومورو زي ما محي قال ايدج اوف تومورو خد بريمس انا اعتقد ان هو بيزد على مانجا اصلا اسمها اول يو نيد سكيل اتس نوت ان اوريجينال يعني ايديا بس ايدج اوف تومورو هو خد كونسبت اللي هو بتاع جراوند هوك داي بتاع الحاجات اللي هو اليوم عمال يتعاد بس فيلم يعني ابعد ما يكون عن التكرار وابعد ما يكون عن الملل و كل مره بتشوف حاجه جديده الفيوتشرستك جادجتس لو بنتكلم من منظور الساينس فيكشن وفكره ان انت مدخل كونسبت تمام اليوم بيتعاد في حاجات كتير زي ايدج اوف تومورو مثلا او الف مبروك او حاجات كتير كلها حاجات وحتى لو انت عايز تمسكها من الانجل صحيح هو اليوم ما بيتعادش اليوم ما بيتعادش نظريا بيوقفك في الحته اللي هيقف فيديو جيمي بالظبط هي كانك بتلعب لعبه ممكن اضيف حاجه على ايدج اوف تومورو الكوميديك تايمينج بتاع توم كروز في الفيلم ده شيخ. كان ممتاز هو كممثل كان حلو والفكره نفسها والتطور وفكره انه في حاجه ذكيه جدا في الفيلم ده ازاي بيوريك الباسج اوف تايم الوقت بيعدي ازاي يعني انت لما تشوفه بيعمل حاجه معينه بتقول 100% قعد كتير مش لازم اشوفه قعد كتير بس في حاجات تقعد تستنتجها كده بالعكس كانوا بيستخدموها عشان يصدموك لما كان بتقول احنا جينا هنا كم مره أيوة انت كمشاهد ما بقتش عارف بالظبط لما حط لها السكر سالها على السكر وبتاع قالت له احنا جينا كم مره فقال لها ايوشا اي هادنت ميت يو بات اي ديد ف ايدج اوف تومورو جاب كونسبت صايع جدا عمله بشكل رهيب وفكره انه كمان ما فضلش في الدوامه دي او في اللوب دي انه في الاخر كان فعلا في ستيكس اللي هو تمام مش انت شفت الجيميكي وبتاع تعال نرجع اولد سكول يو هاف وان لايف ليفت حاسس ان هو ظبط الايكويشن جدا
وقدم لنا مخرج كويس جدا. صح. بعد كده اثبت نفسه اثبت نفسه في روج نيشن واثبت نفسه في فول اوت اثبت نفسه بعد كده اثبت نفسه عن توم كروز 100% اقتنع بيه خلاص. مافريك هو اللي عمل مافريك برضه صح؟ يا طبعا لا بس هو مش هو ما كانش لا مش هو مش هو بس هو داخل يعني في الايكويشن. بس ايدج اوف تومورو من الافلام اللي ريواتشبل جدا بالنسبه لي ما بزعقش منها. ولو رايح مثلا مع ناس صحابي عايزين نتفرج على حاجه كلنا انتوا يا جماعه شفتوا ايدج اوف تومورو؟ لا بالنسبه لي اتس تحب تتفرج على الريواتش تتفرج عليه اول مره وبتاع ايه ده معناها ايه ده طب ده ايه ده طب هو ايه يعني اتس ا فن موفي اتس ا فيري فن موفي. ف بيرسونلي اي وود فوت ايدج اوف تومورو فور اوبفيوس. بص انا وانا بكتب الورقه ديت عشان كده قلت لك قبل القرعه كنت هكتب حاجه وبعد القرعه كتبت حاجه ثانيه. انا كنت هكتب من بلاك هنا كنت هكتب من بلاك 3 كنت هحارب عشان اكسبه بس كان لازم اول ماتش ليه يبقى سهل. صح. وبعدين كنت هبتدي ابيعه لكم واحده واحده بس هو اول ماتش ليه جبار ما اقدرش اوقف قدامه بصراحه. ايدج اوف تومورو ايدج اوف تومورو از ا بس حاجه تذكر لمان ان بلاك الاغنيه بتاعت بيتبول فيه حلوه جدا انت حلوه جدا والله على فكره. بس اقول لك على حاجه وعلى فكره برضو للمفاجاه في الساوند تراك الكلوزنج تراك شو لا لاف يو يعني على فكره هي تشيزي شويه بس ات وركس يعني بس يعني تمام حلوه لان انا بترد على زي ما بقول لك الساركاستنج تون بتاع الساركاستك تون بتاعت الاندنج. بس كان في ناس بتسف عليها على تيك توك زي الاغاني اللي هي بتاعت لينكن بورك في اخر ترانسفورمرز اوكي قال لك اغنيه اوت اوف بليس خالص. بس انت على فكره بس عشان برضو احنا وي موفد اون من مان ان بلاك انت النقطة اللي انت اتكلمت فيها الكوميدي وكده انا عمال افتكرها دلوقتي في حاجات كانت لطيفه بس انا جايز الثيرد اكت هو اللي عندي كان مع انه سنتمنتال وكده بس جايز هو اللي خلاني ما افتكرش الفيلم بتاع مان ان بلاك 3 حلوه قوي والايموشنز اللي في اخر اكت زي ما محي قال. صح. انا لغايه دلوقتي من المشاهد الكوميديه الفشيخه في مان ان بلاك 3 لما راحوا قبضوا عليه علشان ركب عربيه غاليه. ايوه مالهم انا عشان بلاك انا ايوه عشان العربيه دي انا عامه انا بالنسبه لي ده من الفشيخ وعملنا له حاجات كتير. طيب اكس مان دايز اوف فيوتشر باست يقابل لوبر ابدا من عندك انت ابدا انا من عندي مثلا. طيب تعالى نبدا باكس اكس مان دايز اوف فيوتشر باست. انا فاكر لما شفته السنه 2014 كان فاكر ان انا كان عندي امبريشن ان انا مبسوط جدا فيلم سوبر ساتسفاينج واعتقد وي مايت اجري سام هاو انه افلام التايم ترافل فيها جزء من الساتسفاكشن شويه يعني ممكن نقول ان في حاجه كومن بينهم شويه ان هي بترضيك او بتأيف لك اكسبيرينس كده تحس ان انت معظم الوقت مرضي الا في حالات نادره جدا يعني. صح. دايز اوف فيوتشر باست انا برضو يعني احنا بنسبويل حاجات على طول من غير سبويلر اليرت بس يعني خلونا نتكلم براحتنا شويه في سبويلر اليرت يعني دايز اوف فيوتشر باست الاندنج بتاعته لما شاف جين وشاف سايكلوبس وشاف الناس في احساس كده بال انا مبسوط قوي انا عارف اتنفس يعني انا عرفت اخد نفسي فكره عشان بس الناس تبقى معانا في الصوره لان افلام اكس مان بتلخبط بعضها. دايز اوف فيوتشر باست ده الفيلم الثاني من بطوله الجيل الجديد صح هو بعد فيرست كلاس ده 2014 دمجنا دمجنا فيه مع الجيل القديم اللي بيواجه خطر الفناء فبيرجعوا باك ان تايم عشان نلاقي اكزيفير بعد ما بقى في طريقه الى الشلل ولقينا ماجنيتو بعد ما كانوا فقدوا صداقتهم مع بعض وبعدين بيرجعوا يجتمعوا مره اخرى وبعدين بنخوض المغامره بتاعتنا. وهي مينلي بيرجعوا علشان ميستيك كانت بتقتل اللي هو تراسك اللي هو كان بيقوم ببطولته بيتر دينكلج ساعتها فعلشان يمنعوها لان هم لقوا ان هو ده الحدث اللي خدوا منها الدم بتاع ميستيك فبناء على واللي بيرجع هو وولفرين وفكره الكلوز بتاعته زمان والناس مش يعني كان عشان هو الوحيد اللي جسمه عنده الهيلينج ابيليتي انه يستحمل يرجع فحاسس ان هو فيلم كويس جميل قوي افتكر دلوقتي شغال لا هو فيلم حلو اعتقد انا بحب فيرست كلاس جدا يعني انا فاكر فيرست كلاس برضو اول فيرست كلاس صح كان هي اخر خطوه مني لا فيرست كلاس فيلم حلو جدا بس انا حاسس ان برضو هنا انا على فكره فيرست كلاس برضو شبه الثيرد اكت بتاع مان ان بلاك بحر وشط وناس ودراما yes, وخد الطلقه بالقهر فدايما بحس ان هي في انا زهقت من المشهد ده وروحوا حتت جديده فدايز فيوتشر باست انا حاسس ان هو لا كان بيك جديد لاكس مان والقصه حلوه فكره التو فيرجنز وبتاع وده كبير يعني حاسس ان هم لعبوا فعلا على انه كانت موضه البريكولز ابتدت تطلع لو تفتكر من فيرست كلاس ده كان الريورد بتاعت ان انت عملت بريكول ودلوقتي قاعد بتنجوي البيلد اب بتاعك فكان جود اكسبيرينس في لعب بالزمن لطيف وحاجات بتتغير بتفرق في الفيوتشر وفكره ان انت بتشوف الدمار والديسبريت اتمت ان احنا نرجع لورا كان في حاجات لطيفه يس This is my... عايز تبتدي انت في لوبر لوبر نص فيلم حلو
نص فيلم فوق الرائع بكل تأكيد، نص التاني مهزلة. مش حقيقي. مجرد ان هو اوكي صح ولا صح تمام صح ولا بتاع، هو مهزله. I ran out of ideas. خلاص انا ابتديت بالبريمس ده. الله ينور عليك، هو كان عنده افكار كتير حطها كلها في النص الاولاني. بعد كده ما بقاش عنده افكار علشان يوزعها. الاندنج الاندنج ديسابوينتنج شويه ده. طب شوف بقى يا اخي، لسه بقول ان هي ساتيسفاينج او ديسابوينتنج. لا، وهو الاكتشوال فاليو بتاع التايم ترافل في لوبر موجود في النص الاولاني بالظبط، في المرحله اللي هو كان بيعرفنا بيه في فلسفه السفر بالزمن بتاعته هو، وازاي الاثر بتاعها ان احنا بنرجع علشان نعاقب الشخص فكان بيعمله فيه حاجه فتنعكس عليه في ساعتها. دي كانت فريش ايديا ما شفتش زيها قبل كده. واكشلي هو ده من الافلام اللي اعتقد اللوج لاين بتاعها، او لو شفت بدايته او شفت تريلر بياع جدا جدا. اتس ا فيري انترستينج بريمس. انا فعلا لوبر، يعني خلينا نقول ان في دايما يقول لك في افلام التايم ترافل ان في تايم ترافل بارادوكس، معضله التايم ترافل، يقول لك لو رجعت ما تقابلش نفسك. فانا كان بالنسبه لي صياعته ان ده رجع وانا اللي قتل نفسي. فدي كده، وهي فعلا النص التاني اي كلام. ولو هنتكلم ان هو فيلم خد الكونسبت بتاع التايم ترافل اللي هو الفول سيركل، فخلينا نقول اعتقد ان في الليست في افلام تانية خدت الفول سيركل دي اند ات ماجنيفايدت وقفلت الفيلم بطريقه، او حتى لو ما قفلتهاش كويسه سابتك مع اسئله فلسفيه كويسه بالزبط. صح، لكن ده لا، ما فيش الافتر تيست اللطيف اللي بيخليك مسحول بتفكر. وفي نفس الوقت انا مش عاجبني الانترودكشن بتاع حاجه زي السوبر ناتشرال ابيليتيز بتاعت، يعني بالنسبه لي حتى لو ما كانتش موجوده انا بالنسبه لي تمام. انا ما اعرفش اصلا، يعني تحس ان هي من فيلم تاني اصلا. صح. يعني صح. لا، افكار كتير. مش جوزيف جوردون ليفيت عملوا له مكياج تعبان قوي علشان يبقى شبه بروس ويلز. هم عملوا له دقن والصوره. انا فاكر في واحد صاحبي قال لي على فكره الممثل ده شبه جوزيف جوردون ليفيت قوي. قلت له ايوه، ما هو بس هو حتى مش شبه بروس ويلز. بروس ويلز هو صغير كان شبه جوزيف جوردون ليفيت. بس انا عندي كلام كتير قوي على اكس مان دايز اوف فيوتشر باس، بس اعتقد نسيبه تعالى برضه نخلي الماتش اللي بعدها لانه اتس ا سيمبل وين. ادي سيمبل وين. المباراه الثالثه افنجرز اند جيم وترمينيتور. طيب مهدي تبدا. لا جوهد. ماشي، نبدا بايه؟ حلقتك انا عايزك تلعب. بص، افنجرز اند جيم انا بصراحه يعني لما خرجت بعد انفينيتي وور كنت خارج اللي هو يا جماعه انتوا مالكمش حل غير تايم ترافل. يعني حتى قبل ما كانوا يانونسوا، يعني كان في حد حاطط صوره. بس سؤال سريع، ما بين انفينيتي وور وما بين اند جيم بتحب مين اكتر؟ انفينيتي وور. انفينيتي وور طبعا. هو انا تقريبا انا الوحيد في العالم اللي بيحب اند جيم اكتر. لا بحب انفينيتي وور. لا، اند جيم فيه باي اوفس حلوه جدا. ممكن يعني ما تقدرش يعني تعالى يعني بعد ما تخلص تعالى نفصصها بالظبط في التو اكسبيرينس. افنجرز اند جيم كان في واحد، انا يعني انا شفت ميم اول لما خرجت من انفينيتي وور بيقول لك تمام، سو ناو توني ستارك والجدس، وجايب لك الديلوريان بتاع باك تو ذا فيوتشر بيقول لك علشان يلحق ينقذ الناس دي. وده حقيقي، هي انت مالكش مخرج غير تايم ترافل. بس اللي يحسب لاند جيم غير الايكونيك مومنتس اللي هو اداها لك، صياعته في شرحه للتايم ترافل في الفيلم. اي نعم، هو خيشه بعد كده في فور مش مشكله، بس في الفيلم ده لا، هو شرحها لك، قال لك لا يا حبيبي انا اللي هو انا مش هرجع وفجاه هتنسى الكلام ده، لا انا البني ادم بتاع مثلا ايرث 1 هفضل فاكر احداث ايرث 1. ففي وعمل هنا السين اللي هو مع ذا انشنت 1 وبيشرح لك الحاجه اللي احنا كنا المفروض نبني عليها المبدا بتاع المالتي فيرس كله على بعضه، وعملها بطريقه حلوه جدا. يعني انا اعتقد لو حد ملوش في افلام التايم ترافل وبيتفصل منها، لو شاف الفيلم ده مش هيبقى تقيل على قلبه، لان هي برضه عمل دي حلوه قوي. مين؟ باتمان في ذا فلاش. لا ماشي، كمل كلام. لما شرح له الورق عارف احمد ثروت. يعني ده الارجمنت بتاعت الاند جيم. شوف، اجري معاك. انا يعني لو هكمبير ما بين الاثنين، ما بين انفينيتي وور واند جيم، حتى لو ايرليفنت شويه، بس انا فاكر انفينيتي وور وفاكر برضو الثيرد اكت فشيخ، وفاكر المشاهد بتاعت ثانوس، وفاكر الاكسبيرينس نفسها، ويا ترى احنا رايحين فين، وكان في بيلد اب رهيب. اند جيم طبعا كانت بقى ايموشنال، وفي ريورد، حاسس ان انت شاطر، انت اللي اتفرجت على حاجه 20 فيلم، تعالى لما اديك ريورد حلوه والبورتلز وبتاع، اتس فيري ساتيسفاينج. بس حاسس ككواليتي لفيلم كمشاهد وكديالوج وكبتاع، انفينيتي وور اتقل منه في الحته دي شويه.
بس ان جيم بس احنا بنتكلم من تايم ترافل اسبيكت برضه يعني بنتكلم يعني اصلا مش كومبيرد يعني بانفينيتي وور يعني بس ان جيم بحد اتقل من ممكن مشكله ثانيه يعني بس ان جيم كتايم ترافل لا مفهوم سمبليفايد مش اوفر كومبليكيتد الدنيا مشروحه الاكسبوزيشن كويس فيلم نفسه اكشن ممكن ما يبقاش لكل الناس لان الناس هتقول لك ايه ده انا ما شفتش الافلام اللي فاتت انا ما بتاع انا هتفرج على ده بس انا ما فهمتش حاجه وبتاع بس حاسس ان انت برضه عشان تابريشيته قوي محتاج تكون عامل هوم ورك تقيل شويه اوكي يعني هتفهم طبعا انه ده الشخصيه وقابل زمان وبتاع وفي مشاهد فشيخ يعني توني ستارك مع ابوه وكابتن امريكا وهو بيرفع الهامر برضه لا بس حتى المشاهد السنتينيه لما قابل مامته مش عايز يقول لها وقالت له لايف ذا فيوتشر هاز بين كايند كايند تو يرحم مبتسم ابتسامه كده لا في مشاهد طبعا رهيبه بس انت لو ما شفتش الحاجات اللي فاتت ممكن مش هتابريشيتش ده خالص الحاجات دي قوي فده برضه فاكتور حاسه مهم شويه في الايفالويشن حابب تقول ايه بقى لا مفيش انا السبب اللي بيخليني افضل اند جيم عن انفينيتي وور انه بيفيل نقطه الارجمنت ده كتير قوي بس انا احساسي فيه ان هو فيلم فعلا هو احداث صعبه قوي تتوقع النمط بتاع الفصل القادم بناء على الفصل السابق بينما في انفينيتي وور الموضوع عباره عن مسرحيه قصيره عماله تتكرر في كل مكان بس هي دي مشكلتي الوحيده اللي لا اند جيم ما عندوش اي فرصه امام ترمينيتور وانا عايز يعني كنت لسه يعني احنا فرشنا الفرش شايف بقى كبير جميل يعني حتى الارجمنت اللي انت قلته ده سلاح كان ممكن يتلعب علشان يطلعه امام منافس اسهل من كده بكتير يعني لكن ترمينيتور ينهر اسود ومطين ب60 طين لا ترمينيتور حتى انت انا مش عارف احط الاولاني ترمينيتور 2 يكسب اند جيم يعني احنا باي ذا واي احنا حاطين ترمينيتور 1 صح كده انا في حاجه عايز اقولها لكم على ترمينيتور 1 انا اول مره شفت الفيلم ده انا بالنسبه لي اللي هو ده بتاع ارنولد الله هنتفرج بتاع لما طلع هو الفيل ايه ده ايه ده هو ده الشرير وفيلم تقدر تصنفه ان هو لسه في الفيري ايرلي برايم محدش بيعمل الخطوه دي بدري قبل ايه الجرأه دي وبعدين انت متصور ان في انقلاب هيحصل وما بيفضلش يعني في فرشات لامكانيه ان الكاركتر دوت ينقلب اثناء احداث الفيلم بشكل او باخر وده ما حصلش هو فضل كده لغايه اخر لحظه والفيلم ده يصنف شوية بعدين بعد كده بقى في الجزء الثاني لكن ده هورر ثريلر شويه اللي هو انا جدا. كنت قاعد متوتر ولا فيلم صايع جدا اتس فيري كول بريمس برده جه في وقت لا يعني برده من الافلام يعني اللي فرقت في الجنرا كلها يعني كل شيء يعني برده ماتش يعني ترمينيتور اكس افنجرز اند جيم بس انا بقول لكم من دلوقتي ترمينيتور مش هيكسب الايام دي عشان هو بيلاك اون سمثينج مش عايز العبه دلوقتي بس هلعبها لما نوصل لها اوكي لا اجريز ترمينيتور يعني. انا حاسس الحلقه دي دبلوماسيه عارف احنا بنجري على الثلاثه اللي هو بشكل يعني انا بس انا عايز اقول حاجه انا قبل كده مهدي انا كنت فاكر يعني كنت بلعب اللعبه غلط معاكم انا جيت مرتين بس انا كنت فاكر ان احنا لازم نجري على حاجه يعني خلص. انا لا يعني انا فاكر ان مثلا انتوا بتقولوا حاجه فانا كنت بقول معاكم خلاص ماشي يلا دي فاختارها معاكم بس انا كان ممكن افضل على رايي وبس اجري ان هو خسرت بس انا ده في ناس جامده بما فيهم الحلقه اللي قبل كده فيهم واحد كان التكنين واحد وفضل يحارب فيها وقلبها بجد بتحصل لا انا ما كنتش فاهم كده انا فاكر اللي هو يعني انا ما ينفعش اقول اللي هو اسكت بقى اسكت فقوم ساكت بس الراجل بتاع فيلم 12 انجري مان كليك يقابل باك تو ذا فيوتشر 2 طيب ندي حق الفيلم ال كليك لطيف كليك 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 كويس كليك جميل حلو لا اكشلي كليك برضو يعني عشان نبقى فير كليك بما انه فيلم الادم ساندلر وكوميدي فيه بقى الكوميديا بتاعت الفورتس والحاجات الطفوليه دي فسربرايزنجلي هو فيه جانب سنتمنتال حلو فشيخ جدا يعني علاقته بابوه علاقته بابنه مشهد باباه وهو في مشهد بقى انا لاف يو صن وبيعيدها وبتاع ويقول له بص له أيوه. انت مش هتشوفه تاني انا دي انا كل بص انا اشعرت والله يعني انا كل ما بفتكر حاجه ما تتوقعهاش من فيلم خالص ما يجيش منه انا فاكر انا كنت بتفرج عليه اتفرجت عليه 2008 باين ولا حاجه اتفرج على لابتوب كده وقاعد بتفرج وبتاع بتفرج على فيلم كوميدي ايه يعني تمام انا فجاه دخلت في حته اللي هو انا عايز اعيط ليه هو في ايه والمطره هو انت عاوزني اعيط لا وبتاع وطلع مش ايه ولما في حته التايم ترافل الريورد اللي انت كنت بتتكلم عليها ان في الاخر فشيخ اتس فيري ريوردنج ولما راح تنطط له في السرير ولازم تقول لي بتعمل ايه صح بس انا هقول لكم حاجه بقى عشان انا كان الارجمنت دي كانت هتبقى عندي لو كليك قبل فيلم سهل شويه كنت هقول لكم ما مفيش ان هو مفيش لا مفيش في ولا حتى اكس اوف ذا فلاش
يعني استنى بقى انا بقول لك ايه، هاتوا يلعبوا هاتوا يلعبوا والله. لا انا كليك في حاجه، انا بيبقى عندي مشكله شويه في الافلام، بس انا فاهم القفله والريوردنج بارت اللي بتقلب. شايف كل ده كان حلم. انا بحس ان دي، ودي حتى كان في حد بيتكلم فيها في السكريبت رايتنج وبتاع، بيقول لك ان دي ده ايزي واي اوت. انا مش عارف اقفل الدنيا ازاي، وهو حلم، فانا الله انا افتكرت الحلم كله وهعيش على الاساس ده. فدي اللي كانت بتضايقني شويه يمكن. بس هي مش حلم قوي برضه، هو بيديك حته ان هو ممكن ما يبقى يعني، هو زي ما يكون اداله درس. يعني حته بروب كده اللي هو جايز يكون انت اتعلمت يعني، فاهم؟ كان كريستوفر وولكن. وفي الاخر بيطلع اللي هو يقول له ام نوت مش عارف ده فيري وبتاع. يب تمام. يا باك تو ذا فيوتشر 2، نستنى نتكلم مع ترمينيتر. انا حاسس ترمينيتر وباك تو ذا فيوتشر حلقه دور الثمانية للي بصوا انا بس يعني تو بي برضو كلير، انا باك تو ذا فيوتشر 1 و 2 انا فاكر 1 شويه لان انا شفت يعني فول دوكيومنتري كمان. انا تعبت عشان افتكر 2، مخي فكرني هو بيلخبطني شويه يعني. انا 2 فاكره من بعيد، مش فاكر ان انا قعدت اتفرجت عليه 100%، بس انا عشان فاكر الدوكيومنتريز عليهم ففاكر الايفنتس وفاكر الحاجات، وفاكر كمان ان انا الانترودكشن بتاع باك تو ذا فيوتشر ده جه وانا باين عندي بتاع 5 سنين ولا حاجه. حد سافر، كانت والدتي سافرت امريكا، كانت جايبه الشريط بتاع يونيفرسال ستوديوز اللي هو بيوريك الدنيا هناك وحاجات ووتر وورلد وجوز ومش عارف ايه، ففاكر ان انا باك تو ذا فيوتشر كنت فاهمه جدا ككونسبت يعني. اتس فيري ايكونيك. بس خلينا نتكلم عليه بعدين، وغالبا انا هاخد ستيب لورا وهتكلم عليه من بعيد. خليكم انتوا احسن تتكلموا بالديتيلز، انتوا يعني عندكم معلومات اكتر. بس ذس از ان فور ذا ريكورد، بس انا باك تو ذا فيوتشر 2 فيلم حلو بحبه، بس هو الثالث عندي في الحلقه في الافلام. انا عندي الاول هو الافضل، الثاني الثالث يجي في نمره 2 والثالث. انا الثالث ما اعرفش عنه اي حاجه. انا ترتيبهم عارف بترتيب اصدارهم 1 2 3 يعني، ده حبي ليهم كده. اوكي بس كليك كويس. اوكي ده ماتش صعب قوي قوي. باك تو ذا فيوتشر يقابل انترستيلر. هو احنا بنفضل ما بين انهي فيلم احلى ولا انهي تايم مانيبيليشن احسن؟ ما هو ده سؤال بقى، ده سؤال مهم. اعتقد انا كنت استخدم دي يعني، انا كنت كاتبها عندي في النوتس ان احنا في حاجات يعني لا ليتس اجري يعني. اند جيم مثلا فيلم حلو جدا يعني تسيبك بقى انت بتحب انفينيتي وور ولا لا. ولا اند جيم فيلم حلو جدا، بس احنا خرجناه ليه؟ لان هنا ترمينيتر هو ابو التايم ترافل يعني، او من الابهات الروحيه للتايم ترافل. فهنا التايم ترافل الاسبكت بتاعه قاعد يعني. انا للامانه ترمينيتر يكسب عندي سواء كده او كده. ماشي يعني انت لو هتتكلم الفيلم الافضل ترمينيتر تلعبه الزمن الافضل ترمينيتر. ما ديفينتلي، بس انا بقول لك ان هو كان فيلم جيد يعني، مش اللي هو فيلم كانت ايزي وين يعني. هي لما تبان 3-0 ان ترمينيتر اللي هو نو وان فوت او مفيش ام سي يو فان بوي، لا هو هي ده الفاكتور ان ترمينيتر. انا ارجبلي نون تو بي ان ام سي يو فان بوي. فلو هنيجي احنا يعني احنا افلام الام سي يو كلها رحنا مع بعض بالظبط في السينما. فاللي هو انا شايف يعني لو هقول لكم رايي انا، باك تو ذا فيوتشر هو فيلم ما فيهوش غلطه لو رجعت بصيت عليه من ناحيه التايم ترافل. ما فيهوش غلطه يعني، البلوت هولز نادر قوي ما تطلع ده، بالعكس انت بتقعد تطلع ثيريز جديده. وانا ممكن اقول لكم مليون ثيري كده عشان انا بحب الفيلم ده، وكفايه صعته ان هو لما باك تو ذا فيوتشر من الافلام القليله، هو اصلا الفيلم الوحيد اللي في بالي دلوقتي هو وبقيه سلسلته اللي عنده ايستر ايجز هو اللي عاملها جوه نفس الفيلم بالظبط يعني. هو بيزرع الايستر ايج ويحصدها جوه نفس الفيلم. فبالنسبه لي الفيلم يعني هو اللقطه بتاعته كله على بعضه، هو فيلم متكامل من ناحيه ان مفيش بلوت هولز او مفيش فيه مشاكل. انترستيلر حلو جدا، وفيلم انا بالنسبه لي من التوب 10 موفيز باي ذا واي اللي انا بحبها، لانه بيلعب على الايموشنال بارت يعني. انا فاكر وانا في السينما لما شفت المشهد بتاع ماثيو ماكونهي وهو بيعيط، قلت انا لو مشيت دلوقتي مفيش مشكله يعني، انا تمام مش لازم اعرف القصه بتخلص على ايه من كتر ما المشهد ده اتس ايكونيك. بس اذا ذا تايم ترافل فاكتور هو يعني هل هو ايه التايم، ايه هو عوامل التلاعب الزمني اللي في انترستيلر؟ انا في رايي احنا بنشير لحاجتين، صح؟ الكوكب واللي حصل في الاخر والبلاك هول، صح كده؟ تمام الاثنين. يعني فكره ان الوقت بيعدي عليه غير الثاني، ده فاكتور. والفاكتور الثاني بتاع انه لا اتس اولموست ا تايم لوب. فحاسس ان هو في كذا كونسبت برضو يعني، مش عايز اقول كومبليكيتد بس يعني يعني هو تحس ان هو في حد عايز يحكي قصه يعني حب او ريليشن شيب عابره للازمان وعابره للوقت ومش عارف ايه. فبرضو هي حاجه يعني اعتقد مثلا كومبيرد مثلا بارايفل
التايم ترافل ريليفنت اكتر في انترستيلر، او على الاقل بان بدري شويه. ماشي اه ديفينتلي اه يعني تمام. ف يعني I can argue ان انترستيلر might be a better movie مثلا كفاكتورز، بس باك تو ذا فيوتشر از فيري ايكونيك. انا مش قادر اقول ان هو الفيلم الافضل، انا ممكن اقول ان هو الفيلم الاهم، الفيلم اللي تشاف اكتر على الاكبر الاضخم الاكثر جديه الاكثر تعمقا في الفلسفه. صح. حاجات بالطريقه بس دي بس باك تو ذا فيوتشر ممكن يكون اخف في الاجواء بتاعته، ولكن ده ما ينفعش يتقال عليه فيلم وحش ولا لا ضعيف ولا هايف ولا يا جماعه الفيلم باك تو ذا فيوتشر اتس فيري ايكونيك. انا بس بتكلم باك تو ذا فيوتشر هو عشان بس الاجزاء بتخش على بعضها شويه، ده اللي في اخره الروك كونسرت. ايوه يا نهار ايه، وده اللي في اخره بيرجع بيلاقي بيف شايل شنطه باباه. يا جماعه فكره الصوره اللي كان بيبص عليها كل شويه عشان يشوف اخواته وهما بيختفوا. سايب لك الكارت بتاع الصوره ده عشان الداتيري صايعه جدا، كانت بتخوفني فشخ وانا صغير، كانت بترعبني. اكشلي هو الدوكيومنتري اللي معمول عليه في ذا موفيز ذات ميد اس على نتفليكس الحلقه رهيبه، والحاجات اللي حصلت لهم والتغييرات، وانه دي كانوا هيشاطوا اصلا الفيلم وكملوه وكملوا فلوس وما كانوش متوقعين حاجه، وكان في ممثل اصلا تاني هيعمل بدائل غير وصور شويه وبتاع، بس لقوه دارك قوي ومش عارف ايه. وبعدين باك تو ذا عارف مين الممثل التاني ده؟ انا يعني فاكر شكله بس مش فاكر اسمه خالص. عارفين بولب فيكشن؟ اه جون ترافولتا بيروح البيت لواحد الستونر. الستونر يا سلام، هو ده اللي كان هيعمل. فاير ريمبر كوريتلي كان هو اللي كان هو اللي هيعمل مارتي ماكفلاي. بس تمام. بس حاسس ان هم لا برضو يعني ايكونيك يعني تايم ترافل باك تو ذا فيوتشر يعني اول حاجه بتيجي في بالك اعتقد ده اول فيلم احنا بعتناه لبعض اصلا يعني قلنا تايم ترافل. بس وبرضو في حته انا كريستوفر نولان من التوب 5 دايركتورز اللي انا بحبهم يعني خدوا بالكم من هذا الموضوع. اه يعني باك تو ذا فيوتشر ملوش شبيه. اه بالظبط. لا لا لا، وعلى فكره كريستوفر نولان في ناس هتقفش ما عندي. لا والله بالعكس، يعني انا كريستوفر نولان انا من الناس اللي كنت بارجيو مع ناس صحابي مع يوسف مثلا ان هو يقول لي مثلا فيلم الفلاني لكريستوفر نولان ده مش حلو. انت بتسلم يوسف يعني؟ لا لا حتى لا، مش قلت فيلم فيلم لكريستوفر يعني انت مش كفايه اللي حصل فيه ما بتوع كريستيانو؟ لا يا باشا بتسلمه لبتوع لا 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 مش يوسف يا جماعه، بقى بسلم ده مش يوسف ده، ده يوسف تاني يا جماعه، صديق ليا انا تاني يوسف حسام. اه ده لا بيقعد معانا عليها برضه. لا بجد والله، يعني انا انترستيلر من الافلام اللي انا شايفها هي حلوه وجميله، بس ممكن اقول ان في فاكتور يفرق الاثنين عن بعض. لو انت شفت الاثنين الري واتشابيلتي، ده فيلم مدته ساعتين، الاثنين بيرفكتلي ريواتش. بس بالنسبه لي انا الاثنين بيرفكت. انا ما شفتش انترستيلر كتير. ما نهار اسود يعني، بس عشان انا مش يعني ما بخبطش فيه غير لازم اقعد له. ما هتقعد له، بس هقول لك حاجه، لو انت قاعد على جروب ناس مسافرين مثلا وعايز فيلم حاجه لطيفه وفي نفس الوقت يحسوا ايه ده انا اتفرجت على حاجه لطيفه، بس الفيلم ده فشيخ. باك تو ذا فيوتشر كل شويه تشيروا التجربه، من واضح ان انتوا شاركتوها كتير. انا بالنسبه لي ملاش اي معنى. ماشي شباب قاعدين مع بعض وقرروا يشوفوا فيلم، انا عمري ما بتفرق. لا لا بتفرق شويه. شباب مسافرين واحد لا حول ولا قوه الا بالله بالراحه يا عم. معلش بس اصل طلعت هوا شفت الشباب مسافرين وبيتفرجوا على فيلم. انا اخر مره سافرت اتفرجت على مصر والمقاصد. لا ساعات اصل احنا بنقعد نتفرج مع بعض وكده، طب ما نشوف فيلم جديد ما مش عارف ايه. انا بحس دايما ان ده جزء برضو بحسه لطيف، او على الاقل لما بتبقى It's a fun time to watch with people. انا حاسس ان دي اكسبيرينس برضو ممكن تتاخد كده، المفروض استفاد من ده شويه كحاجه، بس هي مش حاجه مش اتفرجوا على افلام مع بعض يا جماعه. نشاط نشاط جميل والله، نشاط لطيف والله، بتقعد تتكلموا بعض ولا كده. طيب انا بس عشان اكون واضح، يعني انا برضو هما الاثنين لا حد بقرر. انا عندي سيمي قرار يعني، ما هو الفكره بس احنا محتاجين نرجع بس ستيب لورا. احنا بنهبب ايه؟ احنا بنختار ايه؟ بنختار الفيلم الافضل مثلا تقنيا، فيلم افضل فيجوالي، فيلم افضل كسكور كتمثيل، احنا بنعمل احنا ولا ايه؟ اه بالظبط يعني بقى يعني نختار مين اعتقد دول. اقول حاجه ساعتها لما تاخر احنا ثلاثه قاعدين في هذا الماتش، ممكن حد يروح معامل مخالفه عيني عينك والاثنين التانيين يعوموا على عومه علشان هم عاوزين ده اخر يكسب بس مش لاقيين المدخل. بالظبط، فمن الاخر احنا نعمل اللي احنا عاوزينه. طيب انا عندي حاجه هعملها، وممكن واحد يروح مغلس على واحد يقول له لا احنا ما بنلعبش الفيلم الافضل، احنا بنلعب معرفش بس ساعتها دي الارجيومنت. طيب انا عندي ارجيومنت يعني، انا اسف ان انا هبلاي لو قوي كده بس يعني جبنه قوي، بس انا شايف باك تو ذا فيوتشر طلع هنا، يبقى انت خلي انترستيلر يكسب هنا. انا ممكن اقول لك ارجيومنت مش جبنه بقى، ازاي انا رزق قوي. انا ممكن اقول لك ارجيومنت ثاني كسب مين؟ كليك. اه ما كانش، بس انا هقول لك ارجيومنت باك تو ذا فيوتشر 1 هو احسن واحد في التريلوجي، فلو هنعملها استابليش كل حاجه وبعدين بخلي بالك ده باك تو ذا فيوتشر هو الاوريجينز بتاع تريك اند مورتي بالظبط يعني. يعني مثلا لا اصلا بس يعني انا هقول رايي بصراحه، اف ام جونا فوت انا الفوت باك تو ذا فيوتشر.
ماشي. وهقول اسباب وانا عارف البصه وهو شايفها. لا انا ما انا انت ثبت انترستيلر ولا انت لسه بتفصل؟ انا ثبت انترستيلر عشان باك تو ذا فيوتشر موجود، انما لو عليا يا لهوي ده انا لا بس انا انا الارجمنت بتاعتي هي انا برقت عشان لبستها. انا مش قصدي والله بس انا اتس لو اتس فيري لو انا مش قصدي انا بالعكس انا باك تو ذا فيوتشر انا بالنسبه لي هو واحد من افضل افلام التايم ترافل. والفيلم ده يعني ما اعرفش لو هيخرج ولا لا دلوقتي، بس انا ممكن اقول لك ثيري، في ثيريز دارك فشخ في ان هو مثلا بيقول لك دوك براون لما خده عند المول بيقول لك هو كان فشل كذا مره، بيقول لك هو كان واقف في طريق العربيه عشان هو متخيل ان هي لو فشلت فهتشيله، فلما هو حتى ولما ترجع تري واتش الثاني لا هتلاقيه بيضحك ضحكه اللي هو اه لا ده ده واحد مذهول بجد. وفي حته كمان لما بيرجع في الزمن وبيخبط بالعربيه واحده من الباينز اللي جنب المول، المول ده اسمه في الاول تو باينز مول، بعد كده بقى اسمه سولو باين مول اللي هو بقول لك بيعمل الجنان ده جوه يعني نفسه بصراحه. هو شو يعني انا الفيلم ده بحسه فيلم متكامل يعني ما ينفعش تطلع فيه لوب هولز. طيب. انترستيلر لا انا ممكن اقول لك في حته البلاك هول باشا في لوب هولز وهو ليه وصل لهنا يعني في حاجات مش مشروحه. انا بس عايز اقول حاجه سيمبليفايد تو بي اون انترستيلر، انا انترستيلر اولموست وهم في في المركب لما قالت they're trying to connect to us او حاجه، انا فاكر لما قلت على واحد صاحبي قلت له غالبا it's gonna be a time loop، يعني انا قفشت الفكره بدري شويه فهي ما كانتش مفاجاه رهيبه. I agree on that. لا لا هي كانت مفاجاه بس ما كانتش بالنسبه لي كونسبت بتعرف عليه لاول مره. اه لا انا عايز انا لسه رايحين في السكه، انا عايز اعرف قبلها بكام شهر انزيديوس 2 عملها. اصلا ما شفتش انزيديوس 2 او يعني شفت فاكرها فاكرها في الاخر كان في ولد صغير وبيكلم حد وبعدين قال لك ده بيكلم مين وبعد كده بتكتشف في الاخر انها كانت تايم لوب. فايت أنا بصراحه انت عشان بس اكون واضح انا لسه مش مقرر بس انا بالنسبه لي اولا بشكل واضح انترستيلر هو افضل فيلم كريستوفر نول ده في رايي الشخصي. اوكي انتوا شايفين ان في افلام تانية بتفضلوها اكتر؟ خليني افكر. دارك نايت يعني دارك نايت انا بفضله عشان عندي الحته اللي هي الكوميك بوك دي، وانا بشوف ميمنتو از اكستريملي اندر ريتد يعني عارف انا لما اتفرجت عليه تاني حلو فما يعني بس ديفينتلي انترستيلر انا بقول لك هو لا هو من التوب 3 لكريستوفر نولان. انترستيلر انا زي يعني نفس التشبيه ده انا كنت بقعد اقوله، انا فاكر المشهد لما كان بيتفرج على الفوتج في حاجات، انا على فكره ده جزء اصلا من انا كوني ريفيور ليه، انا دايما بحس الاكسبيرينسز اللي بتجيلي وانا بتفرج على حاجات انا ممكن ابني على يعني ممكن الاكسبيرينس دي او احس احساس معين ابتدي افاليديته بان انا اطلع حاجات احاول اثبت بيها ده، بس انا مقتنع 100% ان انا شفت حاجه دي يا جماعه دي السينما عارف مارتن سكورسيزي هو بيسقف ففي مومنتس كده بس اي اجري باك تو ذا فيوتشر از مور ايكونيك تايم ترافل موفي اتس مور يعني حاجات في ليفل بقى الحاجات اللي زي ستار وورز ومش عارف الحاجات اللي هي ليها فان بيز كبيره من زمان واتطورت وفنت يعني بس انا عشان باك تو ذا فيوتشر 2 موجود وباك تو ذا فيوتشر 2 برضو في اليمنتس فشيخه دي السياسه مود اصل بقى هندخل باك تو ذا فيوتشر 1 مع 2 اصل انا هقول لك حاجه بينهي الماتش على تونس في الدقيقه 84 عشان الجزائر تاهلت حلوه دي حلوه دي لا بس انا هقول لك حاجه هي لو كده نودي باك تو ذا فيوتشر 1 يلعب هناك انت فاهم لان باك تو ذا فيوتشر 1 احسن بكتير من 2 واحسن بكتير من 3 هو ده هو برضو هو الفيلم ده انت لو خدته لوحده هيكسب كليك يعني برضو يعني تو بيكس تو بي مشكله ما انت فاهم بس هل عايزين يعني يبقى جنب فيه باك تو ذا فيوتشر وجنب فيه باك تو ذا فيوتشر 2 يعني ما اعتقدش ان هيبقى فيها مشكله بس كان المفروض ندخل فيلم واحد من البتاعه دي لا والله بالعكس انا شفتها يعني كان في الحلقه بتاعه بيكسر انت كنت كان مدخل الثلاث اجزاء بتاعه توي ستوري مش شرط فشخنا اه ومش شرط بالظبط يعني فاهم اللي هو سربرايزنجلي انا شفته قريب توي ستوري 2 على فكره انا ده حلو فشخ انا كنت فاكره انا توي ستوري 2 المفضل حلو جدا لا بس ما اعرفش هو اسمه ايه كان عبر عنه كويس قال لك هو نفس الفيلم بتاع كل شيء باك تو ذا فيوتشر 2 قصدي طيب خلاص انا عشان بس ما اسرحش كتير انا بص بس طلع الحنيوك اللي انا هحكيك انترستيلر هو الفيلم الافضل اللي بداخله بعض عناصر السفر في الزمن اما باك تو ذا فيوتشر فهو فيلم السفر في الزمن الافضل ما ده اللي انا كنت بحاول اقوله انه نظريا انترستيلر از ا باتر يعني موفي اوفرول في اليمنتس كتير شوية بس في تايم ترافل بس انا يعني برضو يعني عشان انا ميال برضو الانترستيلر كحاجات فانا ممكن اختار وبرضو بيزد على ان باك تو ذا فيوتشر تاني ناحيه ثانيه فانتوا هتختاروا انتوا الاثنين باك تو ذا فيوتشر اوكي انا مش متضايق باك تو ذا فيوتشر موفز ماشي احنا ارايفل يقابل ديجافيو
ديجا فيو للناس اللي ما تعرفوش يا جماعه، الفيلم بتاع دينزل واشنطن اللي بتحصل فيه حادثه ارهابيه وهو بيحقق فيها ضمن ايجنسي معينه، واثناء التحقيق بتاعه بيكتشف انه على ما يبدو هم عندهم سر مش عايزين يفصحوا عنه، وان السر دوت هو انهم عندهم قدره لانهم يسافروا في الزمن ويعرفوا شويه حاجات. بس انا فعلا دي حاجه انا كنت ناسيها شويه، لان انا شفته، بس انا يعني شفته مش من زمان قوي يعني، بس انا فاكر ان هو كان كل ده فاكرين ان هي كاميرات مراقبه ومش عارف ايه وبتاع، صح؟ وبعد كده اكتشفوا ان لا this is, it's more than that. صح. وهو بيكتشفها لما بيرجع وهو قاعد معاهم وهما بيحققوا وهو لابس جوانتي دخل الشقه بتاعت بولا باتن دي الممثله دي، ولقى بصماته في المكان، قالوا له انت بصماتك في المكان، قال لهم ازاي انا لابس جوانتي. فهنا انت بتبدا ماشي اوكي. طيب عجبني قوي في ديجا فيو ان هم لما جم يقدموا العنصر دوت قدموه بمنتهى درجه الليميتيشنز. احنا عندنا حاجه بس الحاجه لا ينفع كذا ولا ينفع كذا ولا ينفع كذا ولا ينفع. زي ما يكون فعلا تحس ان هو لو في مشروع بحثي سري في احد الجامعات ممكن يوصل للاكستنت ده يعني اتس فيري ليميتد، مش سفر بقى عبر السنين. بس هو جه في اخر فصل ويعني ايه تمرد على دي شويتين، لا ابتدى يخرج براها وابتدى يعرض الدنيا شويه، وفي مشهد ما بحبوش خالص في الفيلم بس مش هتكلم على تفاصيله. فيا ده ديجا فيو بس عشان الناس تبقى فاكره معانا احنا بنتكلم على ايه. طيب هنا ممكن الفيلم اللي قلنا ده السبويلر اليرت بتاع ده السبويلر اليرت بتاع ارايفل، لان ناس كتير هتقول لك هو ارايفل في تايم ترافل. هو في الفصل الاخير تايم ترافل، بس هو التايم ترافل بتاعه علمي، هو علمي فشخ. هو مش معنى علمي انه لازم يكون في معمل كيمياء او معمل فيزياء، هو موجود في قاموس. يعني هو احنا بنتكلم على علم اللغات، علم اللينجويستكس، فيا هو خيال علمي وفي تايم ترافل. هو اكشلي انا ارايفل بحترم فيه جدا ان هو فيلم صعب جدا جدا انه يتعمل، يعني صعب جدا انه يتنفذ. انا ما اعرفش انت هتترجم ده ازاي، وفي نفس الوقت هو معمول بطريقه سلسه ولذيذه ومفهومه. وفكره انه انت بتشوف مشهد بتفتكره ده في يعني ده بدايه بس هو مش بدايه. في لا اتس فيري ويل ميد موفي، فيري ويل. تعرف ان الفكر ده موجود برضو في ديجو؟ فكره انك لفتره طويله عملت تشوف حاجه ومش فاهم دي ايه، وبعدين بس يعني ومديك ديتيلز اكتر. يعني مش هو زي ارايفل، مش زي ارايفل. انا يعني يمكن يعني ذاكرتي، يعني انا طبعا شفت ارايفل اجدد من ديجو. بس انا ارايفل انا حاسس ان هو كفيلم لا اتس برضه زي ما كنا بنتكلم على انترستيلر شويه كده. هو فيلم حوالين حاجات كتير، حوالين فورجيفينج يور سيلف، وحوالين التعايش مع بيردن انت عارف انه جاي وبس انت بتتقبله ازاي، وان الحياه زي ما تيجي تيجي. وبتاع لما كانت بتتكلم مع اسمه ايه جيرمي رانر محي كان عنده نظريه جامده قوي في الحته دي. إيه؟ اسمع بص، انت اول مشهد بتشوف ان هي بنتها بتتعب و والاب مش موجود بيسيبها وهي كده، فانت في الاخر بقى لما بتكتشف ان المشهد ده في الفيوتشر، انت بتبدا تبص على جيرمي رينر اللي هو يا ابن الايه تاني مره وانت بتتفرج على الفيلم انت مش محترمه خالص. يعني انا حبه، انا كنت حبه في الاول مره. روحي بيقول لك هو جاي بقى وبيطبطب عليه ومش عارف حاجه. يا كلب بس يا انا عارف انت هتعمل ايه، انت هتسيبها من مبدا بتاعي في الاخر، فاهم؟ تواد ويسخ. بس انا حاسس انه ما هو انا بحس ان هي يعني تايم ترافل كان بي ا تايم ترافل موفي، وكان بي ستوريز حلوه وقصص ايموشنال وفيها حاجات سنتمنتال ودراميه وتعلق معاك وتفكر فيها. وارايفل من الافلام اللي بتخلص تقعد تفكر فيها كتير نظريا اكتر من ديجافو بالنسبه لي على الاقل. بس بقول لمالي بقول له انت بتخلص بتتفرج يعني على في ايفرلاستنج تيست كده. بس هل ارايفل التايم ترافل يعني هو انتروديوست في الاخر خالص؟ بس هو لا بس انتروديوست نظريا هو معاك من بدري بس انت ما كنتش مش عارف نوع تايم ترافل يعني. بس قصدي كجيميك لغايه النقطه المحوريه اللي هي بتقول لنا فيها انا بشوف الفلاش باكس معاكم يا جماعه. ايوه يعني انت كنت متخيل ان دي فلاش باكس بيننا وبين بعض وهي في قصتها عاديه، وبعدين فجاه لقيت بتقولها ده انا بشوف بنت احيه. هو انت معانا؟ ده انا كنت فاكرك معاهم. صح. ما هو انا بتكلم اصلا الاوبننج سين بتاع ارايفل ما هو حاجه اصلا مش يعني ما هو مفهوم بس ككونسبت ان هو عشان كده احنا قلنا ان هو سبويلر. هو انت لغايه دلوقتي انت مش فاهم، انت بتقول ان ده ممكن يبقى حصل قبل كده، كانه انت فاكر ان هو حاجه حصلت في الماضي وفاكر ان ده الهيستوري بتاعها ان ده الماضي بتاعها ان هي تعمل وبتاع. فانا بفكر هل هو انتروديوست بشكل كويس سوليد جزء من الفيلم بحيث ان هو يبقى فيلم عن التايم ترافل، ولا هو لا فيلم لا هو مش فيلم عن التايم ترافل، هو فيلم عن مدى تاثير اللغه على تكوين طريقه شخصيه كل مجتمع وطريقه عمل مخه لدرجه ان هي ممكن تكسبك سوبر باور.
ودي حاجة عبقرية فشخ. يعني تخيل حد مهدي اللي هو قاله ده حد جاله سكريبت عشان كتب سكريبت كتب ازاي ولما جه صوره صوره ازاي وشرح للناس كده. هو كان قصة قصيرة في الأساس اللي عاملها الفهم انه كان عالم لغات وعنده قصص قصيرة كلها عايزة توصل الكونسبت ده. والهدف الأساسي بتاعه اللي هو ممكن يكون من أثاره المأساة اللي احنا عايشينها في العالم دلوقتي هو عدم قدرة الناس على فهم انك طول ما انت بتحاول تترجمني بلغتي اترجمك بلغتي وترجمني بلغتك عمرنا ما هنفهم بعض. بعض بالظبط. وانا كنت بقول لمهدي حاجه قبل ما نقعد انه هي كان في الفيلم ده حته الترجمه او حته اللغه هما بيقولك ان لغتك انت ماشيه سطر انت بتقراها كده الهيبتا بوبز دول لغتهم دايره انت بطلع لك كل الايموشنز اللي انا حاسسها حزن سعاده مره واحده فانت تفهمها. سفري يعني ان هو فيلوسوفيكال فيلوسوفيكال لا يعني فيلم عن يعني Alien Invasion تمام هنعمل ايه هنحاول نتكلم معاهم تمام هنعمل كده ازاي تعال اما نشوف تعرف ان دي كانت بوينت اوف ارجيومنت كل Alien Arrival حتى هو اسمه كذا مش Invasion هم عاوزين ايه عاوزين يتكلموا نعم عايزين يتكلموا يعني مش هيموتونا ويضربوا البتاع البوينت دي كنت لسه بقولها لك لما كنت بقول له هو ممكن يكون في بعض الملل فمهدي قال لي لا مش ممل قلت له لا هو بعض الملل لان في ناس كانت داخله باكسبكتيشنز ان ده زي Independence Day يعني اللي هو ده Alien Invasion يلا يا باشا بقى ورينا فين التيخ والتخوه ان ده فيلم صعب جدا يتعمل وحد زي دنيف نوفيز از ا بيرفكت يعني كانديديت ان هو يعمل حاجه زي ده. لقطة في الفيلم دوت في الاول لما فورست ويتكر راح يوريه يسمعها الاوديو بتاع الموضوع دي خدتها في الانترو بتاعت الحلقه واول لما دس على الزرار تشغل طب شحط محط وبعدين راحوا ساكتين بتقول له از ذا ذا اتس ان ايزي وين اعتقد ايزي وين ديجا فيو. ترشيح يا جماعه ظريف للي ما يعني نحبذ هذا الفيلم للناس هو فيلم طار تحت الرادار قوي ناس كتير ما خدتش بالها منه هو كويس فصله الاخير بس بالنسبه لي اللي كان فصيل قوي هي افلام اللي هي بتاعت ام بي سي 2 دي اللي خلي بالك دنزل واشنطن جات له 3 سنين عمل مش عارف مانون فاير وده وكان مع مين مع توني سكوت اخو ريدلي سكوت توني سكوت توني سكوت صح انا مش فاكر ديجا فيو ايه لا بس فاكر ان هو كان في افلام كده كان توني سكوت جات له 3 4 سنين عمل حاجات وبعد ما خلصها توني سكوت موت نفسه فيلم تيري جيلم العظيم الرائع الذي جمع براد بيت وبروس ويلس سويا على الشاشة ورائعة العالم دي سي الممتد للنجم الموهبة المدفونة التي لعن الله من أيقظها عذرة ميلر طيب حد عايز يتكلم عن ذا إليفنت إن ذا روم طب احنا ممكن انا عجبني ذا فلاش يا جماعه يعني استخبى من نفسي لا صح انا مبسوط انا مبسوط والله ان في حاجه كده يعني بس تعالى يعني تعالى انا يعني انا ومحي هنيجي من زاويه تانية احنا جايين لك من زاويه ذا فلاش بوينت بارادوكس بقى بالزبط. ان هذا الفيلم يعني عارف انت عارف لو فلاش بوينت بارادوكس محطوط بدل ذا فلاش ده بجد هيبقى بنسبه كبيره كان هيبقى سترونج كومبيتيتور فشخ لانه ذا فلاش احلى حاجه فيه الجزء بتاع التايم ترافل فكره ان انت عايز تغير حاجه فالحاجه دي بتشوف تاثيرها عامل ازاي والتداعيات بتاعتها عامله ازاي والدنيا زي ما انت كنت بتقول اكنك دوست زرار راندومايز اي حاجه في اي حاجه يعني ممكن اقول لك حاجه سريعه جدا على ذا فلاش بوينت كل ده يا جماعه يعني خلاص بقى احنا بنسبويل على طول يعني ذا فلاش بوينت بارادوكس لما فلاش بيرجع ان تايم وبينقذ مون بيروح لباتمان ما بيلاقيهوش بروس وين بيلاقوه توماس وين والجوكر بقى امه لان اللي بيموت في الالي بروس وين يعني انت فاهم الكونسبت الصايع ده فكرتني دلوقتي بافتتاحيه مسرحيه تخاريف انا مش هبوكم انا لا بس ذا فلاش بوينت بارادوكس انا اصلا مثلا يعني انا لما شفت مايكل كيتن كنت بقول هو هيعمل توماس وين بس هو يعني هيعمل توماس وين اللي هو كان بروس وين قبل كده قلت هيعمله لو هيعمله هيجيبه اسمه ايه جيفري دين مورغان وشكله لايق عليه جدا ان هو يبقى توماس وين بكده الفكره في ذا فلاش بوينت بارادوكس كان ان انت شايف الحاجات دي وتقريبا عشان برضو انيميشن فانت عندك بادجت تعمل حاجات صعبه تعملها في الفيلم نظريا بس فكره ان في اركس كتير قوي عماله تتفتح الامازونيانز مع الاتلانتيانز اكوامان بيضرب في وندر وومن سوبرمان وده برضو كان عتاب شويه على الفيلم ان انا كان نفسي اشوف سوبرمان بس ما حطناش سوبرمان اصلا سوبرمان 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 الاصلي الاولاني بتاع كريستوفر لما لف
بس دي تعتبر الاندنج يعني جيمك جيمك فتمام يعني ذا فلاش الفكره بتاعت انه سوبرمان هو مش اللي هو الهيرو هو اللي واخد البتاع لا ان هو تحت الارض بيعمل عليه تجارب وعمره ما شاف الشمس فرفايع وبتاع لو انا كنت شفت واول لما بيهربوه بيبتدي بيمشي يهرب بيقول لهم بقول لك انتوا حابسيني انا مش هساعدكم هو كانه فار تجارب يعني هو مش يعني فاهم ففكره ان انا مثلا شفت على فكره الكاركتر انا كنت فاكر ان هو هيضايقني اللي هي سوبر جيرل دي بس ما ضايقتنيش قوي بس عمرها ما هتبقى بنفس الامباكت لو شفت هنري كافل في جسم واحد رفيع يا جماعه خلينا ما بنجيبش الانيميشن موفيز بتاعه مارفل وبتاعه دي سي اللي تحت الرادار دول لانهم عمرهم في حياتهم ما بياخدوا الريليس طبعا هو اتليم ليميتد ريليز بالظبط عشان كده صح صح يمكن الفيلم الوحيد اللي تمرد على ده شويه كان انتو ذا سبايدر فيرس واكروس ذا سبايدر فيرس عشان سوني دفعته كفيتشر فيلم كريليس مهم يعني صح بس الكونسبتس بتاعه التايم ترافل في الكوميك وفي ذا فلاش بوينت بارادوكس اتس فيري انترستينج اصلا فكره ان انت تشوف توماس وين ازاي لو الراجل ده انت بتسمع عنه من بروس وين بس عمرك ما شفته بس الفكره اللي بتاثر فيك بتاعه الجواب دي مثلا يا مهدي مشهد فشيخ يا جماعه ما حدش شاف يعني ذا فلاش بوينت بارادوكس يتفرج عليه بس مثلا في الاخر خالص توماس وين يعني خلاص بيقول له انا عارف ان العالم خلاص انا عارف العالم ده هيتدمر قال له فذا فلاش بيقول له هاو كان اي ران اواي فروم ذس قال له ذا سيم ريزن اي كان ليف ذس وورلد بيهايند اي نو ا بيتر وان وود ريبليس ات راح مديله جواب الجواب ده لما فلاش رجع بقى للزمن اللي هو الدنيا اتطورت فيه وبقى ذا نيو 52 اللي هو في الوقت ده كان التايم لاين اللي موجود دايما في الكوميكس كل شويه بيعملوا تايم لاين جديد كده فادى الجواب لبروس وين قال له مثلا لما فلاش رجع كان فاكر كل الميموريز بتاعته دي برضو الريورد بتاعت التايم ترافل فاكر كل الميموريز بتاعته فاكر افري بيرث داي كيك مامته عملتها له وكل حاجه وفي نفس الوقت هو انقذ العالم وادى الجواب لبروس فبروس لما فتح الجواب لقى باباه كاتب له كتاب ومكتوب تحت لاف اولويز توماس وين فقعد يعيط ما انا مثلا بالنسبه لي انا توماس وين لو كنت شفته وشفت المشهد ده كان هيفرق جدا في الفيلم ففي ويستد بوتنشال فشل علشان انت عارف ان دي بوسيبل انا عارف بالظبط بس انا لما اتفرجت كنت اعرف ان دي بوسيبل بس بالنسبه لي مفيش باوندريز فلما اتفرجت لقيت حاجه كويس انا كويسه انا مش هقول ان لا كان رائع انا ده فلاش يعني انا حتى اخويا لما خرج منه قال لي انت انا قلت له فيلم وحش قوي قال لي والله فيلم يعني عشان اخويا ما شافش فعلا ده فلاش بوينت بارادوكس فممكن يكون دي حته عارف في ظهرنا هي حته نرديه شويه مننا بصراحه هو ايه وانتوا عملتوا ايه بس انا تو بي اونست في ده فلاش اكتر حاجه ضايقتني السي جي اي طبعًا. انا حسيت عيني دخلوا اي ماكس عشان اوجع البيبيز البيبيز دي حاجه اوت ديتد ده فيلم جارفيلد بتاع ده بجد ويا ريتك عملتها من وجهه النظر انك بتقدم حاجه تضحكني يعني تبنيت المدرسه الديبوليه بالكامل او حاجه زي كده 100% بس كان في حته سنتمنتال المشهد بتاعه مع مامته في الاخر ما هو ده بالنسبه لي دي اكتر حاجه بتريزمبل اللي انا شفته ففي مشاهد انا فاكر مشهد بتاع السوبر ماركت فكره كلها على علبه صلصه هنحطها ولا هنرجعها فدي حاجه فشيخه بصراحه طيب تعالوا نتكلم شويه عن 12 مونكيز 12 مونكيز للي ما يعرفش الموضوع ده عباره عن بروس ويلز كنت هقول بروس وين بروس ويلز بعد نهاية العالم أو دمار العالم بفعل قنبلة جرثومية أو وباء انتشار وباء بشكل معين بيرجع للماضي علشان يحقق يا جماعة هو 12 مونكيز ما ينفعش يتحط في الموضوع هو أصلا في علامة استفهام على بقى إذا كان في تايم ترافل ولا لا جدعان احنا بنعمل إيه يا جدعان لا بس نظريا المفروض آخر مشهد بيقول إنه حصل يعني تايم ترافل اتيز تايم ترافل قولوك قولوك عمرك في حياتك ما هتعرف تحسب الموضوع مع تيري جيلم هو كانت الدنيا بالنسبه له مهم هو بيرجع وبيبتدي يحقق في الموضوع من بدايته لغايه لما بيوصل للشخصيه اللي على ما يبدو هي وراء هذا الموضوع كله اللي بيجسدها براد بيت فيما قد اصنفه انا شخصيا لواحد من افضل اداءاته في الحياه اي اجري بص خد 2 ثامز اب اهو براد بيت برضه في احنا بنتكلم في عزه براد بيت على فكره يذكر له ويشكر له ان هو في عزه قوي كان بيتبنى مشاريع بنت الذين جبار وممكن تضره ضرر كبير يعني منها فايت كلاب باي ذا واي منها فايت كلاب طبعا بكل تاكيد لا هو فكره ان هو عمل زي راين جوسلينج شويه فكره ان هو عايز يخرج من فكره الشاب الوسيم اللي خلاص هو وان دايمنشنال بيلعب حاجات معينه هو عمل ادوار فشيخه هو كان نومينيتد لاوسكار اصلا واعتقد هو كان لا هو الدور بتاعه فشيخ هو الدور بتاعه فشيخ يعني. لو تركز شويه هو قعد الفيلم كله عينه دي لتحت وعينه دي لفوق انا معايا ايه ده لا هو فيلم انا حاسس فكره التايم ترافل ان انت تغير حاجه وترجع تلحق برضو ايفنت معين تحاول توقفه وبتاع وماشي في فكره المطار وبتاع ده عامل زي ارايفل شويه فاللي هو انت شايف المشهد ده من الاول يعني جدا وبعدين يعني خلينا سيف الارجمنتس 12 مونكيز لو انتوا تمام
في الراوند الجاي لو احنا هنعديه على ذا فلاش. لو هنعديه على ذا فلاش انتوا ما بتحبوهوش فخلاص كده 2-1 ولا انا 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 بص يعني برضو يعني ذا فلاش احنا قاعدين بنتكلم عليه. لا 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 احنا بنتكلم على ذا فلاش دلوقتي. انا حاسس ان احنا برضو كان لازم نمنشنه عشان في شويه نمنشنه عشان حرام عليك بتخون بلدك منشنه علشان شويه حاجات علشان في كونسبت حاسس ان هو حتى لو ذا فلاش بوينت بارادوكس مش محطوط بس برضو في حتى برضو عشان نبين انه فيلم فيه مشاكل كتير بس برضو فيه جوانب انترستنج فشخ. وفعلا ذا فلاش بوينت ذا فلاش فلاش اللي هو التايم ترافل وفكره الموضوع كله بقيت بتسلسل هتشيلها ولا تحطها. والمشهد اللي مع مامته لو تفتكر المشهد اللي مع مامته ده مش موجود في مش موجود في الفيلم بس موجود في الكوميك صح. بس انا ممكن هو ده بالنسبه للانيميتد موفي لازم عشان اشوفه اكون شايف حاجه ثانيه. لا لا لا, 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 لا هم كانوا كل سنه بيعملوا فيلم في جاستس ليج اسمه كرايسيس اون انفينيت ايرث, في دوم, في وور, وفي ده كلها حاجات يعني كرايسيس اون انفينيت ايرث مش عارف في بارالل يونيفرس لكس كان بيتفرج على الاديشن من الكوميك بوك معموله بتاع. فهي كل فيلم لوحده دوم انه الفيلم ده عظيم يعني هو حتى مقفول من اوله لاخره يعني وساعات الفيري الكوميك اصلا. ترشيح ليا وليكم بقى اللي ما شفتوش اتفرج عليه مع بعض. سورس كود سورس كود يقابل بري ديستنيشن. برضو والله يعني القرعة دي ظلمة شوية. طيب ممكن ابتدي اتكلم يعني انا اتفضل لو حد اتفضل. لا 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 ما استنيت حد. انا بري ديستنيشن از ا ميركل اوف ا موفي ان سم سورتس. وحاسس انه برضو انا فاكر وقت ما نزل والناس كانت بتتكلم عليه وكده فيلم بادجت قليله جدا بمخرج طموح جدا بسكريبت فيري تايت وفيري انترستينج وبياع جدا. والفيلم ده اعتقد ان هو يا اما نزل في السينما ليميتد ريليس او ستريت تو دي في دي حاجه كده. ما نزلش في السينما في مصر لا مش هنا بس ممكن يبقى حاجات كده صغيره يعني بس ستريت تو دي في دي يعني كانه بي موفي يعني. بس هو كفيلم الورد اوف ماوث بتاعته ودته في السماء في وقت ما كان كل بيقول بري ديستنيشن الناس كلها بتتكلم عليه 2014 و2015 هو كان فبري ديستنيشن كفيلم الكونسبت اللي هو بتاع الجراند فادر بارادوكس ده وبتاع اللي هو اتس فول لوب. مفيش فيلم قافل الفول لوب بالشكل اللي فيه التفاصيل دي بالجوده دي بالبادجت القليله دي بالدراما دي بالبادجت دي بالطموح ده يعني حاسس ان هو يعني فيري 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 سترونج كونتندر وفعلا صعب جدا يطلع فيلم زي ده في الظروف اصلا اللي كانت حواليه دي كلها يعني ده تقريبا يعني حتى ايثان هوك في الفتره ديت كان حلو سبورتنج صح لكن يشيل فيلم ده يعني بمناسبه ايه او كان ليه افلام زمان بس يعني ابتدى يهبط يعني كان ممكن عمره مش الفيلم يعني حتى الافلام الحلوه اللي بنقول دي بس مش هو الهايلايت يعني مش هو المدفون باشو باسمه بيفور الثلاثيه بتاعت بيفور جاتكا واز ا جروب ثينج. ما انا بقول لك هو مش يعني حتى لو ليه ادوار بس هو يعني مش حاجه مش اتليست مش في الوقت ده يعني مش الستار اللي اتليست مش في الوقت ده هو يعني الدور اللي لعبه في الفيلم دوت يا دوب لفت نظر الناس ليه بس مش اكتر. واكشلي هو يعني لو حد اتفرج على ايثان هوك هو بيتكلم هو راجل بيحب يتكلم قوي يعني حط قدامه كاميرا هتلاقيه بيتكلم كلام ديب جدا كان بيتكلم على ليه اصلا ليه بنحب الافلام دي اكتر اجابه يعني مقنعه ومرضيه. برضو ممكن ابعتها لكم يعني قالها على حد يقول لك هي ايه لازمه الافلام في حياتك. اوكي فهو الراجل بيحب الحاجات دي يعني بغض النظر بري ديستنيشن از ا فيري سترونج كونتندر اون ذا اذر هاند سورس كود از ا فيري فان موفي برضو فان جدا. سورس كود انت ممكن يعني كري واتشابيليتي لو هنتكلم هنا اتفرج على سورس كود انا اتفرج على سورس كود كتير من بري ديستنيشن وانا اعتقد ابويا بيحب سورس كود او شافه كذا مره برضو هو بيقلب كنا بنتكلم عليه وتقعد قدامه لفيلم لذيذ. انا ممكن اقول حاجه على بري ديستنيشن كنا بنتكلم فيها انا ما بحبش الفيلم قوي مش لحاجه يعني ما عنديش مشكله معاه استغفر الله العظيم اللي هو عشان الكالت فولوينج بتاع الفيلم لا بس والله يعني انا ساعتها اللي هو كان في واحد صاحبي قال لي يا معلم انت لو ما تايم ترافل هو اتفرج على بريدست. انا الكونسبت بقى حلو الجراند فادر بارادوكس ده اللي هو ان انت ده معضله ان انت لو رجعت في الزمن وقتلت جدك هل انت هتعيش ولا لا وهنفضل بنلف في لوب. انا فكره ان هو انت انا كل حاجه انا الام وانا اللي اتجوزتك وانا انا الراجل حسيت ان هي فكره امبيشس قوي بس فيها قدر من اوكي تمام يعني هي اكسكيوتد حلو بس فيها قدر من يعني
انت مشكلتك انك دلوقتي بتقرا الفيلم ما بتشوفوش. يعني انا لو انا لو حكيت بريدستنيشن لاي حد في الدنيا مستحيل تطلع فكره محترمه. بالظبط. لا ده ما عملت مش هعرف اخليها تتنفس حلو. هو رجع وبعدين قلب بتاع عشان يعمل معرفش مين يخلف معرفش مين اللي خلفه طلع بقى ما اقدرش ابيله واخليه كبير بس اتفرج عليه ديفينتلي. وفي لقطه في البار اصلا من وايثن هوك بيكلم جين في لقطه بتيجي كده مره كتفه الريست روم راجل ومره ست ان هو دايما بالترانزيشن لما الحوار ماشي ما بينهم فهو بيقول لك ان في حاجات كتير قوي في الفيلم ده هو بيقول لك وفيلم من الافلام الجريئه ان هو بيرمي لك البلوت تويست من الاول بيقول له مش عارف ايه this is not my face will my mother recognize me فهو بيرمي حاجات كتير قوي. انت عارف كانت التويست في ايه اللي هو طيب هم دول اكيد في حاجه من دول من بره يعني اكيد لغايه اخر لحظه بالزبط. في اليمنت اكيد مش هو بس برضه وقفلها لك ان المشكله هي انت يعني انا حاسس انا حاسس فيلم زي ده هو اكنه اكسرسايز او اكنه حد بيعمل ستيتمنت اللي هو انا ممكن اعمل افلام جامده فشخ يعني فاهم او حاسس ان هو حد بيحاول يجسد البارادوكس يعني انت دايما كل الناس بتحاول تاخد الموضوع وتوديه لك في مغامره ماشي ردتك المغامره وديتك دراما الاثنين مع بعض بس هو في الاساس انا بحاول اعمل لك موديل 3 دي للبارادوكس اللي انت طول عمرك بتقراه عمرك حياتك ما شفته اوكي مفيش حاجه بالشكل ده برضو معموله ديفينيتيف يعني او افتكرها بالشكل ده قوي يعني محدش يقدر يقول هي كتقفيله يعني زي ما كان مهدي بيقول لك انت لو حكيته هو فيلم ايه يا عم العرض ده هو بس هو لما تتفرج عليه منطط نفسه اربع خمس حواجز يعني بالظبط وبعدين انت بعد ما تتفرج عليه ترجع تقول هو انا ازاي اشتريت الهبل ده بس هو لو انت بتتفرج انا مقتنع يعني انا تمام بالظبط يعني الساعه و40 دقيقه بتوع الفيلم انت ايه ده انت اتجوزت نفسك ماشي تمام انا هاجي هنا لسورس كود ممكن اقول حاجه سورس كود من الافلام حتى دافع إيه؟ اللي انت قلته دلوقتي as ridiculous as it sounds اتجوزت إيه؟ نفسه ديت كان ليه دافع درامي قوي جدا ما بالظبط هو لما رجع بص على على نفسه صعب عليه يعني انا اسف احنا بنقول فيلم انا اسف ان انا بسفيل عارف انت في اللي بالي بالك انت بقيت هو بص ناندملي واحنا بنتكلم انسرت استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سورس كود انا ممكن اقول حاجه غير ان هو اتس ا فان موفي انا ده كان من الافلام اللي هي بقى ابتدى جيك جيلن هول يعني ياخد فورمه الميجا ستار او في طريقه الى الميجا ستار واكبر دليل ان هو بعدها بسنتين عمل نايت كرولر وبريزنرز وافلام قويه جدا هو اول هو عمل دوني دارك وهو صغير شويه وعمل وبروك ماك ماونتن وعمل 12 دايز ليتر ولا ذا داي افتر تومورو لسه صغير مراتي بتموت مراتي بتموت في افلام الكوارث انا حاسس انهم بتخطط لحاجه فاكر ذا داي افتر تومورو كان في السينما وقت بريزنر اوف اسكابان كان الفشار في سينما جالكسي كان عليها الرسمه بتاعته فبالنسبه لي كان حاجه أوكي. يعني اكشلي هو برضو البوستر بتاعه بالنسبه لي من البوسترز ممكن نعمل دور 16 بوسترات افلام مش عارف انت عملت الموضوع لا هو انا كنت فكرت فيها مع الفهميز وبعدين الظروف عكستنا فمش عارفين ننفذها لغايه دلوقتي طيب ماشي سورس كود فيلم فان جدا برضو الدنيا عماله تتعاد وكل شويه بتتعلم حاجه جديده كل شويه في معلومات بتجرب حاجه ترايل اند ايرور وفي الحته الايموشنال وفي حته ايموشنال طبعا الايموشنال قويه قوي وفي شويه تلاعب او تعامل مع الكونسيبت بتاع البارل رياليتيز صح اصل هي برضو انت ممكن يعني هو اكنه تايم ترافل بس هو في الاخر سرح في بارلل ريال خلاص كمل انت في وقال لك في الليمبو وفي جسم واحد تاني بس انا عشان انا حبيت البنت دي فانا لا انا هكمل هنا خلاص ولما بعت المسج للكاركتر بتاعت فيرا فرميجا وبيقول لها انا تمام انت محبطه دلوقتي بس انت البروجكت بتاعك نجح في لحظه كده من الهدوء والميوزك اي جاس يعني لو انا فاكر صح انت الله ايه ده يعني انت شايف بقى ان دي لحظه عمري وانا ما جاتليش بس لا هو بيبعت لك بيقول لك لا هي جت انا من البارلل يونيفرس دي البروجكت نجح فهو على قد ما هو فن هو مش فيلم بوب كورن بس يعني برضه عشان في ناس لا بتصنفه ان هو عشان بيجي زي ما انت بتقول على ام بي سي 2 كتير فاللي هو ده ده موجود بقى لا وفي حاجه مصممه بشكل جيد جدا في الفيلم ده هو ان هو في مهمه معينه والمهمه دي بتفشل عدد كبير من المرات تحس انها بالظبط خطوات تفكير مخك صح يعني انت مفيش مره اعترضت على اللي هو بيعمله انت بتعمل ايه احمد لا انت انت ماشي صح انت لو مكانه هتعمل كده الدنيا منطقيه مره لما تنرفز وبيفك الشقه يعني انا قولوا لي بقى انا عندي 8 دقايق كمان ان هو عامل لك تايم كونسترين 8 دقايق دي انت بتبقى متوتر وان هو بيبلد علاقه كامله مع واحده في 8 دقايق وانت بتشوفها ومش حاسس انه في اول مره ملعبش في اول مره مش عايز
بس انا ماي ليست فيفرت بارت في سورس كود كان اسمه ايه الستاند اب كوميديان ده اسمه ايه راسل بيترز راسل بيترز لما قال له خد ضحك الناس بقى قال لك يا تشيزي راسل بيترز دوت لعب معانا دور مهم قوي في حلقه دور 16 لسه ما اتذاعتش يعني والناس بتشوف الحلقه دي فهي شافت الحلقه اللي فاتت بس انت ما شفتوهاش وانت ما تعرفوش اللعبه على ايه بس طيب فوت اي فوت بريدستنيشن فانت هتفوت سورس كود فطريق هيسوينج انا اي بص انا جوايا حته يعني ممكن نفسي اقطعها زي ما بقلع الجاكيت انا سورس كود ممكن اكون بقى يعني لو الاثنين شغالين على التلفزيون غالبا هتفرج على سورس كود بصراحه انا نفسي اتفرج على سطلان بس يعني بريدستنيشن لا برضو الشغل اللي معمول فيه والبارادوكس كله وازاي متقفل ومعمول كده يشود ابريشيتد اعتقد ان هو اختار بريدستنيشن عن سورس كود بس لو بتفرج مع اصحابي اتفرج على تلفزيون في جبل مع اصحابي وقررنا نشوف فيلم مع بعض لو في مره كنا بنحارب اسماك القرش وقررنا نشوف فيلم مع بعض مش عارف دور الثمانية سفاري على فكره حلقه فعلا سخنه انا حاسس لما أنا تيجي تبص على كل ماتش هتحس لا حتى الادوار اللي فاتت كانت في حاجات كانت ايزي وينز بس في حاجات طولنا فيها يعني اعتقد فيلمك لسه موجود فيلمك لسه موجود فيلم لسه موجود يلا بينا هون فيلم لسه لسه موجود Edge of Tomorrow X-Men Days of Future Past دي صعبه دي على فكره يعني مش حاسسها احنا في دور الثمانية بقى ما حدش يبتدي مش محدش اللي عنده حاجه يقولها طيب انا شايف ان X-Men Days of Future Past فيلم كوميك بوك دي تمام بتطلع في التسجيل عادي بس عادي يعني انا بنعتبرها نوع من انواع الحرب المصري اوكي تحس ان البرنامج ده من اخراج صلاح ابو سيف الله يرحمه تمام اتفضل قطعتك لا مفيش انا كنت شايف ان اكس مان دايز اوف فيوتشر باست هو فيلم زي ما طارق كان بيقول في حته مرضيه قوي ان انت افلام التايم ترافل بشكل عام انت بتحس فيها بسعاده وكمان ده عشان كوميك بوك فانت بتشوف الاثنين او العالمين اللي هم الكاست بتاع الفيرست كلاس والكاست القديم انت بتحس بسعاده في جزء من ده كان في حد في شانل على اليوتيوب اللي هي نيردستالجيك دي باين ولا حاجه اتكلمت على انت ليه بتنبسط بافلام التايم ترافل بيقول لك لان كلنا شايفين غلطات لينا في الماضي نفسنا نرجع اليوم ده ونغيرها فده اللي بيديلك ساتسفاكشن وانت بتتفرج على الافلام دي اصلا فجزء من ده تخيل انت بقى بتشوفه بالسوبر هيروز بتوعك فدي هو جاب حاجتين في بعض يعني جاب السوبر هيروز والافلام اللي انت عارفها وراح مدخل فيها كونسبت ولعب بيه كويس وكده وفي حته انت كنت بتقول ايموشنال قوي لما وولفرين بيرجع بالليل لما خسر جين وشفته في 3 لما قتل في دارك فينيكس وشفت سكوت وهو يعني في اللي هو انا بتنفس هو انا كنت مبسوط زيه انا كنت حاسس ولما شاف تشارلز وقال له يور باك وفاكر انت عارف انا اكتر حاجه بقى بتاثر فيها في الفيلم ده ايه باللحظات دي وجيمس ماكافوي بيكلم باتريك ستورت في السريبرو دي وبيقول له اللي هي وبيزعق وبيتعب عمال يتفتف كده اي دونت وانت يور سفرنج انا مش عايز مستقبلك ده يا عم تسيبني في حالي انا اي دونت وانت يور فيوتشر في اوقات انت تحس انت لو كلمت نفسك فعلا في مراحل زمنيه ممكن يبقى ده تفكيرك والحته دي كانت من الحاجات الايموشنال قوي وان هم برضو دي انتروديوسد كويك سيلفر بطريقه صايعه اغنيه تايم انا بطل تصدق انا نسيت الموضوع ده خالص اللي هي ما ده يعتبر تايم ترافل ده الحلو ده بتاع بيقرب ماجنيتو وتايم التانيه كانت كويسه بس مش زي الاولى طبعا الاولى تحسها ريب اوف منها لكن هي حلوه برضو بس الاولانيه از فيري اوريجينال التانيه سويت دريمز التانيه دي احلى حتى لو التانيه السكيل بتاعها اكبر بس دي وجيم كروشي انا بحبه جدا المغني بتاع الاغنيه تايم انا بطل لو جينا بقى لادج اوف تومورو يعني انا هقول الاثنين ارجمنتس مش يعني انا لسه بفكر انا ما فيش حد في دماغي بس ادج اوف تومورو هو فيلم جميل جدا ومقفول قفله كويسه ونهايته فعلا زي ما كنا بنقول هي نهايته حلوه وما تحسهاش اتكروتت على عكس مثلا افلام تانية او ممكن نارجو ان اكس مان دايز اوف فيوتشر باست القفله بتاعه اللي هي كان نيكسون تقريبا لو انا فاكر صح الرئيس وان مستيك اتغيرت لو احنا شفناها وانا عارف ان هي بص هي مستيك ممكن تطلع مصور اصلا فاللي هي كده لا ادج اوف تومورو هو محافظ على البيس انت باشا انت واخدني عمال بنهج معاك الساعتين كلهم هنا في حاجات وي كان سي ان هي بتدروب وبتطلع بتفلكتشويت شويه عماله تطلع كده وتنزل
في Days of Future Past. Edge of Tomorrow لا it's a better يعني better paced more refined better paced إيقاعه أحسن بكتير يعني concept ال time travel كإقناع أو حد بيشرح لك how it works مختلف ومعمول حلو ومتنفس كويس ولطيف يعني غير ان انا بس مجرد حد عنده مش عارف ايه بنرجع يعني ممكن اقول حاجه انا واحد صاحبي لفت انتباهي ليها بيقول لي هو توم كروز بقى هو الانتيتي اللي ضد الالينز يعني هو ده الهيومن انتيتي اللي ضدهم تلعب فهو بقى عنده قدره التايم ترافل يعني أيوة. وهي خلي بالك في حاجه كمان في ايدج اوف تومورو هو مش عنده قدره التايم ترا هو بيشوف الفيوتشر كلها كل السيناريوز وبيرجع تاني ومفيش سبيل اخر لان هم مصممين الفيلن مصممين الشرير في الموضوع اللي هو الالين ريس لو انت لو بتحاربني الماتش العملية خلصانة بالظبط ده مفيش السرعة والطريقة انا لازم ادرسك مليون مرة عشان يبقى عندي فرصة قصادك لما ارجع لك تاني فهو قالها لي بطريقة صعبة قوي قال لي فاكر في انفينيتي وور لما قال له انا شفت 14 مليون مش عارف ايه وكسبت السيناريو ده قال لي انت بتتفرج على ده صح انا هنا دي ادتني بعد تاني قوي Edge of Tomorrow اكس مان دايز اوف فيوتشر فاست فيلم عظيم يعني وفيلم من افلام الكوميك بوكس اللي ممكن تبقى من افضل خمسة اتس ا جود كوميك بوك موفي Edge جيم از ا بيتر موفي اتس ا بيتر بلوك بوستر موفي يعني بدون ادنى شك فيري واتشبل فيري يعني فكره اصلا اللي هو تمام انت بتشوف جراوند هوك داي بتشوف الافلام اللي هي كده فكره انت تدخلها في حته ساينس فيكشن محبوكه حلو كانوا الالفاز الالفاز والاوميجا اللي هي الكبيره الاوميجا الكبيره اللي ماتت خالص الالفاز اللي هو اللي طلع له ده واصلا توم كروز انت تشوفه من الاول وهو خايف وبتاع واتاخد بالعافيه وراح كوميدي فشخ صح وزي ما بقول لك ذكي جدا في حوار انت ازاي بتشوف الوقت بيعدي انه مش لازم اقعد احرق لك كل حاجه من الاول ونشوف كل اليوم تاني هي بوينت الفيديو جيم دي صح من الموجوده لو انا فديت هنا وفجاه انت عندك روح موت عيد تاني لغايه لما وصلت النقطه لا انت ما عندكش لما رحت بعد كده هو بيكلم انت اول مره تشوفهم بيكلموا مع بعض بس مش عارف مين جه راح ضرب حد من وراه وعمل كده عمل يبقى عد في البتاعه دي اتليست 10 مرات مثلا قبل كده صح ف اتس وايلد ان انت بتحاول طول ما انت ماشي بتكتشف هم عدوا دي تشانس واحده وبنحاول نمشي اتس لايك ا ميشن ان ذا باست في مره في يوم مات في التريننج كذا مره لا وفي مره لما قالها كان خلاص اتشل وبتاع لا خلاص انا ممكن اقوم راح اضربها بالمسدس تاني نعيد تاني التريننج في مره وهو بيزحف العربيه دست عليه يعني ايوه لما نزل من تحت الناس كلها راح بص لك ايه ده العبيط ده العربيه دايس عليه والطياره في طياره لما وقعت لما زق الراجل والطياره خبطت يعني لا انت شفت مره اتس ان ايزي وين بالنسبه لي مع اني اي ابريشيت التاني جدا بس اتس ان ايزي وين في ده بصراحه بتفضل تمر وانت مش هفكر مش عايز اضرب نفسي في اني افكر بس هو مش صعب مش سهل هو انا يعني انا لما قسمتها في الاول اكس مان دايز اوف فيوتشر باست هو فيلم جميل جدا جماعه انا من بس عشان ابقى واضح انا دايز اوف فيوتشر باست من اكتر افلام السوبر هيروز اللي بحبها فعلا yeah. وعندي جزء فعلا جوايا بحبه بس وصعب انك بعد الهيريتج بتاعت اكس مان القدام وبعد كده دخلت في تحدي صعب قوي ان هقدم فيرست كلاس وتنجح في فيرست كلاس فاضطر انك وعليت عليه صح هو خد الفيرست كلاس وعلى عليه ف 100% بس حاسس ان هو اجي في تمر برده ظلمه شويه ترمينيتور يقابل باك تو ذا فيوتشر 2 برضو اللي داخل بنفرين ده رزق قوي يا جماعه انت بتعامل له جماعه ماشي لا ابدا حد يبدا حد تاني يبتدي اهو ابتدي انا ليه حد تاني يبتدي يعني البرنامج بتاعك بدي اقول مثلا انا شايف كده برضو ايزي وين طيب تعالى نبدا بترمينيتور طيب ترمينيتور في هو ترمينيتور كان سنه كام حاجه 80 تقريبا الاثنين ثمانيناتي اعتقد ترمينيتور ابل ولا عايزين نعرف السنين الاول ماشي هو اكيد يعني حتى باك تو ذا فيوتشر 1 مش لازم باك تو ذا فيوتشر 2 اوكي ترمينيتور 84 قبل باك تو ذا فيوتشر 1 باك تو ذا فيوتشر 85 باك تو ذا فيوتشر 2 89 ترمينيتور اقدم ترمينيتور اقدم اوكي طيب طيب ترمينيتور مين فيهم لو قلنا مين فيهم مور ايكونيك هقول لك الاثنين عادي الاثنين ما بس يعني حتى جوه الباك تو ذا فيوتشر فرانشايز
وان ايكونيك اكتر من تو بكتير بالضبط. يعني بس مش وان تفاصيل بص وان لي طبيعه فريده جدا واضحه قوي بتاعه العوده للماضي لتغيير حاجة. مستقبل اسرتك التعيس مشاهد ايقونيه مش ممكن تتشال من دماغك زي مشهد الكونسرت زي مشهد لما قابل امه زي واقع ان امه شي هاز كراش اون هيم مسمينه كالفن كلاين عشان اسمه على الـ على الـ فاكر ان هو يعني انه كاتب اسمه بتاع عشان ما يضيعش جينيوس يا جماعه الاولاني ده جينيوس التالت عندي في مشاهد ايكونيك علشان موضوع الويسترن انا هو احنا قايله لك لبيئه مختلفه تماما فكل اللي حصل فيه صعب قوي تنساه الثاني الحقيقه ما فيهوش مشاهد ايكونيك كتير بس الثاني فيه الجيمكس الهوفر بورد والحاجات فاكر الناس في 2015 فضلوا مستنيين مش عارف تاريخ مش عارف ايه اكتوبر علشان الجزمه على اكيد في جزمه يعني هوفر بورد يعني بالعكس يعني حاسس يعني في حاجه تاثير على البوب كلتشر بكل تأكيد بس وانا بفكر في سيكونسز عمال استدعيها وكلام زي ده انا فاكر ان المجازين الالمناك ماجازين والبتاع والدونالد ترامب ثينج بتاع بيف ان ذا فيوتشر بالبتاع ده كله طيب انا عندي ارجيومنت وفكرت انه قتل ابوه جوز امه دي بالنسبه لي اكستريم شويتين يعني اللي هو دارك قوي على ان احنا بنتكلم جوه على باك تو ذا فيوتشر طيب تعالوا نسال سؤال بشكل تاني بقى عمال اقول في بوينتس تفتح بس هو بس في حاجه في ترمينيتر انا مش كده مش عارف العبها دلوقتي ولا العبها بعدين هو ترمينيتر عباره عن روبوت جاي من الماضي جاي من المستقبل ما فيهوش الحته الايموشنال اللي احنا بنتكلم اكشلي بس يعني هو كل علاقته بالتايم ترافل كده بس صح بس هو قدام ابتدت حته التايم ترافل دي تفرق ان هم يطلعوا منها قصص اكتر ودي فرشه بقى في ترمينيتور 2 والصراحه هم لما ابتدوا يتعمقوا فيها شويه ويقلبوها نظريات واللي انا اعرفه واللي انت تعرفه ومعرفش اوكونر لما كبر عمل معرفش باظت يعني أيوة هما لما جم يتعمقوا فيها بالزياده بس في مسلسل بس انا ما شفتوش كان بيجي كده شفت الفيلم اللي عمله كريستيان بيل مخيش والفيلم اللي عمله الزفت الجدع بتاع افاتار ده خيش والفيلم الاخراني اللي راحوا لقوا فيها الناس كلها في خيش احنا متفقين ان هو ترمينيتر بينتهي عند ترمينيتر 2 صح يعني طبعا يعني هم ترمينيتر 1 و2 يعني حتى 3 أنا بس المستلجة هو وحش كل حاجة فيه بتعصبني بس أنا ممكن يعني دارك فيت اللي حسيت فيه شوية حاجات ممكن تبقى لطيفة لأنه فيلم مش حلو بس أوكي. بس طيب ما ده دي حاجة مهمة مين ريليتد أكتر يكون تو في بعض التعامل مع عنصر الزمن أكتر شوية طبعا. لأنه ما تو انتيتيز مش انتيتي واحدة وفكرة إن الشرير بقى صح. طيب هو بصراحة يعني احنا ممكن نحط تو أصلا بدل 1 تو is a stronger contender كمان than 1 يعني اكتر لان انت باني على اللي حصل في الاول فايتس مور ريفايند شويه واضح بقى ان في ناس مهمه عايز يبقى ايه ان انت الكونسبت الصايع بتاع 1 يعني خلي بالك لما احنا كنا بنفكر وبنفاضل هي الكونسبت نفسه كان انتروديوس في 1 وانتروديوس بطريقه مختلفه خالص حته لما كنا بنتكلم ان هو بشد الفيلن اللي هو انا قاعد انا بتفرج طيب هقول لك حاجه انا اسف للمقاطعه طيب ترمينيتر لو كانت الليست دي ساينس فيكشن كان يبقى عنده سترونجر ستانس عن ده في التايم ترافل ولا لا ترمينيتر عباره عن الروبوت اللي جه من المستقبل بعد كده هو بشكل مباشر فيلم اكشن بس ساينس فيكشن برضه ما هو روبوت بالحاجات اللي بتحصل له وبتاع يعني حتى لو بس الحاجات دي كانت معموله بشكل بدائي جدا مش زي التاني اكيد التاني كان السي جي اي اصلا كان حاجه جديده حاجه جباره وبتاع فالتعامل مع العنصر بتاع الساينس فيكشن في التاني اعلى بكتير من الاولاني نسبت له حتة الزمن عشان خاطر هو جاي من المستقبل نسبت له حتة الخيال العلمي لمجرد ان هو في الاصل روبوت يفتح دراعه ويغير بتاع المرض دي غير كده هو فيلم اكشن هو اصلا فيلم اكشن اوكي انا فيلم اكشن جبار انا شايف من شوية لما كان مهدي بيتكلم وقال بوينتس على باك تو ذا فيوتشر 2 يعني على قد ما انا ممكن اكون متعلق بالفيلم ده بس انت معاك حق يعني لما تيجي تبص لها هقول باك تو ذا فيوتشر هو 1 وبقى 2 و3 دي هتلاقيها بتختلف من شخص للتاني على حسب فعلا مودك انت او انت الحاجه انا يعني مهدي انا بحب الويسترنز انا بحب الحاجه اللي هي ساينس فيكشن انا بحب الويسترنز بحب ان كريستوفر لويد في الجزء الثالث دور على بعضه هو كان هو البطل اولموست هو البطل انا كان في فيلم اللي هو بتاع روجر رابت ده كان طالع الفيلن وفريمد كان طالع فيلن كان مرعب بشكل انت مش عارف شفته ولا لا كان بيسيح في الاخر يا نهار اسود ده كان جايب لي عقده وانا صغير كان بيصوت طيب لو خلينا انا في الاخر يعني انا ممكن اقول ترمينيتر بصراحه لا باك تو ذا فيوتشر 2
بقى بعد كل ده بقى انا ماشي انا مش انا على بعض لا انا ما اصلا انتقدت الاثنين في النقطه ديت بس انا بتكلم على فيلم تايم ترافل باك تو ذا فيوتشر 2 ايكونيك اكتر ده انا ده اللي بقوله لك ان انا كنت بقول لك عشان الارجمنت اللي انت قلتها فعلا ان باك تو ذا فيوتشر 2 انت قلت حاجه ان هو ما فيهوش حاجات كتير تفتكرها فانا حسيت ان يعني انا على الاقل اقول حاجه انا كنت اقول باك تو ذا فيوتشر 2 وقلت وحتى عشان كده فرشت لها بقول لك وانا ده الفيلم المفضل ليا اكتر بس انا هروح ترمينيتر يا معلم طيب انا بقول لك ترمينيتر ماشي ترمينيتر لا بص هو فكرة ان انا حتى اقول لك مين فيهم الفيلم الافضل ديت مش لا تنطبق قوي لان ده فيلم في سكة وده فيلم في سكة تانية خالص الاثنين ريواتش بالمية في المية ما عنديش معهم مشكلة انا بقول لك بس ان موقع باك تو ذا فيوتشر جوه التريلوجي بتاع باك تو ذا فيوتشر ليه بالنسبة لي هو التالت بس انا ما بقللش منه كفيلم قائم بذاته وخصوصا في عناصر اللعب الزمن لان احنا المرة دي يمكن المرة الوحيدة في التلات افلام اللي الفيلن هو اللي سافر وهو اللي انتصر وهو اللي غير المستقبل لصالحه فاحنا دلوقتي بقينا بنتعامل مع عواقب انتصار الفيلن في عنصر التلاعب بالزمن اوكي وده فاكتور محترم بالنسبه لي جدا ممكن اقول نظريه كده كانت اتقالت على باك تو ذا فيوتشر 2 بيقول لك وات اف ايه اللي هيحصل لو مارتي ماك فلاي رجع ومثلا غير الرهانات باللي كان يعني مثلا الحصان ده هو راح حبسه مثلا او بتاع قال لك لا هو بيف برضه هيفضل معاه فلوس ليه لان حته الصوره اللي انت كنت بتتكلم عليها دي قال لك الفيوتشر بتتغير على حسب الحدث اللي انت حسب اللي حصل قال لك المجله هتتغير وهي برضه هيبان له مين اللي كسب يعني اعتقد برضه يعني طيب من زاويه تانية خالص باك تو ذا فيوتشر كونسبت التايم ترافل او كونسبت الحاجات از مور ريفايند مور كومبلكس ترمينيتر از مش بالكومبلكسيتي بالموضوع بسيط جدا اقل بكتير ف لو بنتكلم خلاص احنا قلنا الفيلمين كويسين تمام بس كبست تايم ترافل موفي باك تو ذا فيوتشر اونز ات يعني ماشي انا شايف كده تمام باك تو ذا فيوتشر 2 يصل لقبل النهائي مرسلا ترمينيتر الى الاصعب كنا بنتكلم بقى على باك تو ذا فيوتشر هنحط باك تو ذا فيوتشر مع بعض في اول راوند ما نخلي ده في الاخر هم لو كانوا لعبوا بعض كانوا غيروا اتجاه المباريات خالص طيب باك تو ذا فيوتشر وارايفل طيب انتوا واضح ان انتوا ميالين اكتر مش في الراوند ده يعني مش بحكم بس انتوا ادرى مني باك تو ذا فيوتشر جايز انا مش متعلق بيه قوي كده اوكي فخلوني انا يعني او انا مش عارف انا بفترض ده ليه يعني بس خلوني انا محامي الشيطان احاول اقنعكم بارايفل طيب لا هو ارايفل فيلم جامد جدا يعني احنا مش اعتقدش انه حتى لما كنا بنقول باك تو ذا فيوتشر هو الوحيد اللي عنده فلسفة مختلفة عن 16 فيلم في التعامل مع السفر بالزمن هو الوحيد اللي عنده مدخل خيال علمي مختلف عن الباقيين كله اللي هو ايه اللي هو علم اللغات Arrival اصلا Arrival Arrival انا قلت باك تو ذا فيوتشر قلت باك تو ذا فيوتشر فانا اتسحلت جدا انا بعمل الغلطة دي كتير لا عادي بتحصل طيب اجريبل طبعا ماشي ممكن اقول لك بس هنا لما هنيجي نبص لها انت يعني زي ما بفكر انا اسف بفكر حلقة عن التايم ترافل على فيلم تايم ترافل واحنا طيارين باك تو ذا فيوتشر الناس بتشخر لا بس انا هقول لك انا مش مقرر في الماتش ده انا مش داخل مقرر انا عايز اكسب انا على فكره انا بحاول انا برده مش عارف انا اقول لك حاجه انا بجد يعني انا فعلا انا كنت فاكر ان الموضوع بالسهوله اللي هو انت كاتب حاجه واللي هو لا انا قلت لكم الاول انا ما عنديش مشكله ان انا اغير رايي فيها بل بالعكس هي كمان القرعه عامله ماتشات حلوه خليني اقول لك حاجه على باك تو ذا فيوتشر ان هو جاب الكونسبت اللي في الفيلم اللي هو الكلاسيكي اللي هو بتاع سنه 70 اللي هو تايم ترافلر ده ما حدش فينا شافه بس هي دي المشكله وعمله بطريقته ده اسمه ذا تايم ترافلر تقريبا غير ذا تايم ماشين او ذا تايم ماشين سوري ده نوفل 1800 تمام فغالبا هو مستوحى من كده هو جاب فكره السفر بالزمن وجابها لك بحاجه مبسطه جدا انت دي مشكله عائليه في اسره فانت اللي هو انت عارف تريليت للناس دي فعرف تريليت انه يا عيني ده هو عايز عيلته ومامته تبقى بتبص لابوه بشكل احسن ومش عارف ايه وسكيل ملموم قوي وانا بحب واحده يعني فاهم اللي هو كده ويلا نرجع والغريب بقى واللي كان حلو ان هو علاقته بالدوك اصلا يعني دي كانت من الحاجات اللي احنا وي نيفر تاتش العلاقه دي زي ما انت بتقول عملت تريك اند مورتي هي عملت نصر الله هي الدوبل علاقته ما حدش فكر فيها دي انت هتضيفها للالبوم ف لا يعني فورتي ماك فلاي والدوك
لايك حالا بالا فعلا. ويلا نرجع للماضي مع بعض ونشوف. يلا بينا نبدا. حلو. تعرف ده بعد ايه؟ بعد انا ما اخترعتش حاجه اصلا. يا سلام، يعني انا لما اغير ده انت مش هتبقى موجود. لا والنبي معلش. لا مش هقف قدام الدلوري. شوت اوت للدوك حبيبنا والله. ف لا انا شايف فعلا العلاقه دي هي اتس اكستريملي اندر ريتد، وفي ناس كتير قوي ما بتبصلهاش. هي دي من احلى علاقات الصداقه، ان قد ايه هو خاف عليه. يعني حتى قفله الفيلم الاولاني بيقول له احنا محتاجين ننقذك، وهو قفله الفيلم الثاني بالجواب، وقفله الفيلم الثاني ده هو دوك ما رجع بقى خلاص مش موجود، انا ممكن اعيش حياتي، لا انا هرجع اجيب يعني، او انا تهت، فانا محتاجه، وانا محتاجه وهرجع اجيبه، لانه انت بتفتكر انه انا محتاجك لكذا. لا دي علاقه صداقه بالنسبه لي من احلى يعني الفرنشيب. بالظبط اللي اتعملت في افلام السكيل بتاعه والحاجات معموله على شكل فيلم جبار. يعني في حته احنا نسيناها واحنا بنتكلم على موضوع اللينجويستكس دي، ان هم قالك في الاخر احنا عندنا 12 سفينه تقريبا، كانوا 12 او 11 حاجه كده، 12 سفينه في العالم كله، علشان احنا عايزين نخلي، يعني لو انا فاكر صح وحد يعدل لي، ان احنا عايزين الناس كلها تبقى بتتكلم نفس بتفاوضوا مع الكل نفس اللغه، وكلنا نبقى بنتكلم حاجه واحده. دي صايعه جدا وخد كونسبت. طب خليني احاول اريفاين شويه اللي انت بتقوله. انت واخد بالك ان برضه في حته التفاوض بتاعت اللغه، ان في كلمه معينه بتاعت السلاح او طول، ان الترجمه الحرفيه عند الصين سلاح، عندنا احنا طول، هم فهموها ان هي حرب وقتلوا البتاع. صح. ارايفل برضه لا ارايفل تقيل قوي، بس خلينا نقول انه يعني Arrival من وسط الأفلام دي it feels like a wild card شوية ما بينهم كلهم. صح. لأنه واخد الـ time travel من سكة مختلفة تماما وصعبة جدا برضو. هي مش فكرة يعني مش مثلا واخدها من بعيد بس هو فيلم ممل، يعني واخد حاجة مصيعها ومزبطها، وزي ما بتقول أنا مثلا يا إما أنا مش عارف المعلومة يا إما نسيتها، بس أنت وقت ما قلتها دلوقتي نورت إنه اللي كاتب القصة نفسها حد ليه في اللينجويستكس واللغات وبتاع، فهي جاية برضو من حتة سبيسيفيك قوي، يعني حته في الجونجد. مين فيهم اكتر ايقونيه ومين اللي الناس فاكراه وبتتكلم عنه اكتر؟ اكيد باك تو ذا فيوتشر. اذا ذكر التايم ترافل اكيد باك تو ذا فيوتشر. اي كان ارجو ان ارايفل از مور ديب، مور يعني كاسكيل اكبر، في حاجات كومبليكيتد لماتيور اودينس شويه بتاع، بس باك تو ذا فيوتشر از بالظبط. وهرجع اقول لك حاجه، ده نفس اللي حصل باي ذا واي، ويمكن طريق باك تو ذا فيوتشر، عارف انت اللي هو ريال مدريد سنه 23 اللي هو بيلعب تشيلسي في مانشستر سيتي، اللي هو بيلعب نفس اللعيبه يعني عارف، او بيلعب نفس الفرق في التوب. هو اتخبط في انترستيلر برضو اللي هم انترستيلر انت كان عندك نفس الحته الفيلوسوفيكال نفس البتاع. وانا هقول لك حاجه، انا يعني انا الارجمنت بتاعتي لباك تو ذا فيوتشر ايه اللي ممكن ترجحها شويه، انا لو خليت انترستيلر يقابل ارايفل في مرحله متاخره كنت هختار مين؟ انا يعني انا كنت بنسبه كبيره لو ايموشنز بقى وبتاع كنت مايل لانترستيلر. بس هي بحس ان هي لعبه روك بيبر سيزرز اكتر ما هي هي مين هيكسب يعني. واحد كده واحد كده واحد كده الانجل ده يكسب تخش الانجل ده يكسب. بالظبط. بس انت طبعا اعتقد يعني بكلمك لو ده كان اعتقد انترستيلر كناحيه ايموشنز وقصه او يعني كحاجه كده بالظبط، وفيها من باك تو ذا فيوتشر اكشن الدنيا ملمومه شويه، تحسها قصه حتى لو على سكيل كبير، بس هي الاول جوز باك. اوكي طيب حابين تفوتوا؟ انت وصلت لحاجه ولا حاسك مسحول شويه؟ انا مسحول. طب ابدا انت الفوت يا طارق. طيب يعني انا 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 هختار ارايفل. هختار ارايفل للاسباب اللي انا قلتها، حاسس ان هي وايلد كارد، وحاسس ان انا برضو عايز شويه تنوع، وعجبني ان هي حاجه فريش. مش عايز افكر فيها مين اكتر ايكونيك، مين اللي الناس فاكرينه ومين اللي الناس عارفينه وبتاع، وحاسس ان انتوا الاثنين لو اتفقتوا كده كده هتكسبوا، فخليني العب بالحاجه اللي انا يعني مور اتاتشد ليها. أوكي. او حاسس انه انا مبهور بالابروتش بتاع الفيلم ده، فاي وود جو فور ارايفل. بص انا هقول لك حاجه يعني. في جمله انت لسه قايلها دلوقتي لفتت انتباهي شويه، انا مبهور بالابروتش ده. اي جس احنا برضو علشان الفيلم بتاع باك تو ذا فيوتشر سنه 85 الابروتش بتاعه ساعتها ما كانش في حد عمل كده، يعني قبلها بسنه نزل ترمينيتر اهو، خد التايم ترافل باشا احنا بنرجع بالزمن احذفه ورجعه بقى وقت ما يرجع. فده وقتها يعني انا برضو انا في حته بتضايقني في حته الافلام الكلاسيك، ان احنا ما بنفكرش وقتها هي كانت عامله ازاي. ستار وورز مثلا زي ستار وورز، لكن باك تو ذا فيوتشر وقتها هو خد فكره موجوده
وقفلها بنفس الصياعه بتاع تقفيله انترستيلر وارايفل. وانا كده هعيد تفكيري تاني ماشي. اوكي فباك تو ذا فيوتشر مش عارف ايه بس ارايفل تطور فاليد طبيعي يعني, يعني اللي هو لا انا لو انت اللي قدمت الفكره دي في اساسها ان في حاجه اسمها ان احنا ننتقل لزمن اخر. أوكي. تعال شوف انا بقى هاخد دوت لايه علشان صح. ادافع. طارق في الاول كان بيتكلم على فكره حتى لو بيتكلم عليها بطريقه ساركاستك شويه بتاعه الدروس المستفاده ولا الرساله اللي عاوز اوصلها ولا الكلام دوت. هنا هو واخد رساله مختلفه تماما وتعامل مع الحته ديت لانها دراميا بنت اللذينه غداره صح. يعني هي فكره التايم ترافل كله على بعضه ان انا وبعد كده لخصوها قوي. شوف انت بقى كم مسلسل وكم فيلم لعب على الفكره بتاعت ان احنا كذا تايم لاين وانك تفتكر ان انت في تايم لاين واحد بس احنا الحقيقه في ثلاثه لا في خمسه تايم لاين بس يعني اوت اوف ذس. فهي فعلا هي غداره وجذابه قوي للي بيكتب دراما ان انا انقل الفكره بتاعتي في ان انا اخدعك في الاول صح. وبعد كده اروح قايل لك لا ده انا بشتغل في الوقت بطريقه مختلفه. ارايفل لما عمل دوت عمله عشان يثبت حاجه ما عملوش علشان شوفك. يا ربي اثاره مش ام نايت شمالان اللي هو لازم اعمل وعنده حاجه عاوز يقولها. هو بيحاول يدافع عن فكره معينه وخد الحته الجذابه ديت عشان يوظفها من اجل ذلك. ده ادفانس فشخ يعني. انا في البدايه كنت بقول ان هو خد الارض اللي انت فرشتها وطور عليها. هو صراحه ما خدش اي حاجه من اي حاجه منك وما عملش اي حاجه من اللي انت عملتها. هو التعامل بتاعه اكتر هو الابروتش مختلف تماما يعني عارف زي ما يبقى في تطور من كائن لكائن تاني ولا بوكيمون مثلا عارف واحده واحد ورا الثاني بس في حد جاي من حاجه ثانيه من اصل ثاني. هو فيلم درامي حلو قوي. ده فيوتشر روبرت زيمكس لو ما كانش عمله كان حد ثاني هيعمله يعني. هو فيلم منطقي قوي انه لازم هيتعمل ولازم لما هيتعمل لو اتعمل كويس كويس بس هياخد المكانه بتاعته ديت مهما حصل. بس لازم هيحصل فيلم فيه تايم ترافل. لازم هيحصل فيلم فيه واحد بيسافر للماضي بيغير علشان المستقبل يتعمل صح. وبعد كده اتعملت كتير فشخ. دي مش المره الوحيده اللي اتعملت فيها في الحياه. اوكي الرايفل دوت فيلم ما كان يجب ان يكون يعني لو الراجل دوت ما كانش عمله لو دنيف يونيف ما كانش تبنى هذا الموضوع وعمل هذا الفيلم كانش حد تاني هيعمله لانه فيلم مش منطقي اصلا. مفيش داعي ليه ان هو يتعمل. اوكي بس خليني اقول This is a very strong point. انا دي اكتر حاجه مقنعه سمعتها في الديبت دي كلها. بس خليني اقول حاجه احنا كنا بنقولها من شويه. هو ارايفل فيلم بيتكلم على حاجات كتير قوي وفي الاخر في عنصر التايم ترافل. بس العنصر ده خلاك تحس تبص ان اللي باقي على الفيلم ان هو من الاول اصلا يعني بالظبط خلاك تبص على الفيلم ببرسبكتيف مختلف. بس ممكن يعني نقول انه التايم ترافل مش حاجه سوليد at least في الفيرست واتش يعني مش حاجه سوليد انتروديوست من اول في تاني مره بتاعت. هي في تاني مره انت بتبدا تركز تفهم شويه وتركز او ده مفهوم اتفق اكيد مش حاجه صارخه زي باك تو ذا فيوتشر من اسمه حتى يعني ارايفل حتى في حتايه من ذا سيكس سنس بتاعت انك بعد ما تقفله تشغله تاني علشان لا 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 لا, لا, لا انت غلطت يا حاج غلطت في ايه لا استنى هقول لك غلطت في ايه تعال اتفرج تاني تكتشف انك ما غلطتش ولا حاجه. انا بس عايز اقول انا دلوقتي بصراحه بقيت ميال اكتر لارايفل تو بي اكستريملي اونست. بس ده مش معناه ان ارايفل وانترستيلر حطوا مع بعض ان ارايفل هو اللي هيكسب انترستيلر. محتاجه كونفرسيشن تانية برضو عشان ابتدي اقتنع تدريجيا يعني في نواحي انترستيلر يكسب فيها بس ارايفل عارف اللي هو انت بتلعب عارف اللي هو هذا ما لم نسمع به من قبل. انت جيت منين؟ انا اصلا ما اعرفش ان انا مستني فيلم زي ده ولا انه في بوسيبيليتي لحاجه زي دي تيجي. نادرا ما بتلاقي. بس ممكن اقول لك انا عايز اقول لك اللي اكتر من كده احنا دلوقتي بنتكلم على الموضوع وبقول لك ان هو يعني مش تفسيري للفيلم ان هو بيدافع عن الفكره بتاعت اللغويات والثقافات المختلفه وازاي اللغه عامل مهم قوي في تشكيل طريقه عمل الاشخاص. ده واقع ده مش رايي ده واقع يعني أوكي. اقرا شويه عن الفيلم هتكتشف ان ده واقع صح. وانا بقول لك من دلوقتي 70 80% من اللي شافوا الفيلم ما عندهمش اي فكره عن الكلام ده. هما خدوا الموضوع من المنظور بتاع Alien Confrontation مش هنقول Invasion خدها زي Close Encounters of the Third Degree أو حاجة بالطريقة ديت. ما هياش حاجة offensive ما هياش حاجة عدائية يعني. It's fun still. ما حدش فيهم بيقولك بس الفيلم مخربق ولا بايز ولا بتاع صح. It's fun still بس ماشي. الرسالة أو الداعي بتاعه من الأساس مش ضروري كل الناس تتفق عليه. أوكي احنا لازم نعمل فيلم Alien Invasions Rise أو Alien Encounters صح ونحط كلوس انكاونترز. بص احنا عندنا ساينس فيكشن. اي حاجه ساينس فيكشن انا معاك. الحاجه الوحيده اللي هلاقي فيها 16 هم الساينس فيكشن انا معاك. عندك بقى فيوتشر ديستوبيان فيوتشر انا معاك عيش. انا هاين عليا اقول ارايفل على باك تو ذا فيوتشر بس يعني
طب انت هو ما حدش عايز ياخد الخطوه كده. اه مشوها كده. انا شايف ان انا هقولها، شايف الكومنتات وهي جايه. ايوه انا هغير ايه الهبد ده. لا انا يعني ايه باك تو ذا فيوتشر؟ والله بالاول بقول لكم ما اعرفش، انا كنت بحترم محمود بقى ده احترامي ليه. انا بس انا هاخد ارايفل يعني هتوقع فيا. انا واحد مش متعلق قوي باك تو ذا فيوتشر، مش يعني ما عنديش الحاجه دي، النوستالجيك فاكتور. بس ارايفل اثر فيا بشكل يعني قوي جدا. أوكي. وخلينا نسبايس ثينجز اب شويه، وانا هجول ارايفل ايا كان انتوا هتختاروا ايه. انت شوفوا انت مقرر. لا سيبني انا في الاخر. سيبني انا في الاخر. ما هو لو هو قرر خلاص. انا لو قلت ان انا لو تمردت انت مش هتلعب. ماشي بالعكس انت زنوق، قول انت باك تو ذا فيوتشر عشان يا سلام. لا 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 انا عشان تقول باك تو ذا فيوتشر باك تو ذا فيوتشر كده جميل. الايس تي ده طب ايه نعمل دور 16 على فكره بجد. لا السخونه دي الحماس ده انا ما تستنانيش لو وصلت القرار. لا لو في حاجه انا بفكر، انا فعلا بفكر ب طيب احنا برضو علشان يعني نفكر بعض، احنا بنتكلم على افضل فيلم عن التايم ترافل ولا افضل فيلم في تايم ترافل ولا افضل فيلم يريزمبل التايم ترافل ان موفيز. لا احنا قلنا بقى، قلنا دي خلاص دي انت وانت براحتك صح؟ يعني انا بحاول انكشكم باي حاجه بس خلي بالك تظبطوا في حاجه انت جوه النقاش. احنا بنطبق افتح بقى زي ما انت عايز، العب بوازيك لو عاوز مش فارق. افتح زي ما انت عايز. انا عايز اقول الارايفل من الفاكتورز المرجحه بالنسبه لي. حاجه انا يعني كنت ضدها من شويه. اوكي. مش فكره ان انا مش عاوز اتنين باك تو ذا فيوتشر في نص النهائي، مش ده الموضوع. أوكي. الموضوع ان الثيم بتاعه دور النصف النهائي بتتحرك في اتجاه فانفون شويه اكتر من اللازم. اوكي ماشي. حاسس ان احنا محتاجين وايلد كارد كده، كارت جديه شويه. بالظبط ماشي. واكشلي يعني برضو خلينا نتفق على ده، لو حطينا باك تو ذا فيوتشر ده اصلا كان هنا كان الموضوع بقى سهل شويه. لو باك تو ذا فيوتشر طول بيلعب يعني ارايفل لا كان الموضوع هيبقى اسهل. كان هيبقى اسهل شويه. يعني بس برضه ما كانش هيبقى سهل والله، برضه مش هيبقى سهل. لا هقول لك حاجه، وان انا يعني بما ان خلاص احنا يعني الفوت ارايفل انا كنت اقول باك تو ذا فيوتشر، لانه بالنسبه لي هو ده اللي اتليد الفاونديشن لافلام كتير. ارايفل مش من ضمنها فايرال، مش من ضمنها ارايفل ما ينطبقش عليه الكلام ده. فيعني بص هي حاجة كلوس جدا، وانا حتى لو بقول لكم ان انا مش متعلق بباك تو ذا فيوتشر، بس انا انكر الايفكت بتاعه وانكر الايكونيك معنى باك تو ذا فيوتشر من اكتر الايكونيك ستاتس بتاعته الايكونيزم الايكونيزم بتاعته او الايكونيك ستاتس بتاعه بقى جاحد يعني. فده ماتش صعب جدا جدا. بس يعني ارايفل لا ارايفل موت يا جماعه. ده انا دلوقتي يعني انا قلت الجمله في الاول تلقائيه كده، وبعدين لما بفكر فيها ده مش حقيقيه، ده تقريبا العكس بتاعها هو الحقيقي. لما كنت بقول ان ارايفل استخدم الاساس او الفاونديشن اللي ووز ليد باي باك تو ذا فيوتشر، وبعدين اكتشفت لا هو الحقيقه لا هو بيعمل حاجه مختلفه وعنده مدرسته. دلوقتي بقيت بقول يا جماعه ده بيعمل اللي بيعمله بالعند فيه. يعني في الاخر الاستدعاء فكره التايم ترافل علشان تتدخل بانها تكومنيكيت مع سبويلر بقى وبتاع ما اعرفش مين مع الشخص الصيني. صح. دي ما كانش فيها الفاكتور بتاع باك تو ذا فيوتشر ان انا بسافر في الزمن عشان امنع مصيبه وقعت. لا ده لسه ده عامل زي ما ده بيعملها ماينوريتي ريبورت. قلبي انا كنت لسه هقول لك دي قصه فيلم احنا نسينا نحط ماينوريتي ريبورت. تعالى ابدا دور 16 وتعالى نعيد من الاول، عيد الحلقه تاني. انا اسف ان انا قلتها يعني بس يا نهار ابيض. طب ما تيجي نحط ما تشوف لي اي حاجه تخليه ما ينفعش. ده ساينس فيكشن. ساينس فيكشن ازاي؟ تصدق اتمنى هو الفيلم ده مالوش شعبيه قوي، بس عشان نبقى متفقين. لا بس الراجل اللي كاتبه اسمه ايه يا ابني؟ اخراج ستيفن سبيلبرج. لا مش اخراج، الراجل اسمه فيليب كيك. اصل اللي انت قلته دلوقتي هي بتمنع. لا باشا ثانية واحدة، رجع باك تو ذا فيوتشر لان هو خد من ماينوريتي ريبورت وبيمنع حاجة هتحصل في المستقبل. يا نهار ابيض ازاي؟ انا هرجع باك تو ذا فيوتشر. عملناها ازاي دي؟ المشكلة دي بس هو ما ينفعش عشان هو ما سافرش في الزمن ولا حاجة. هو لا هو بيبصوا بس هو على كانوا بيبصوا على صورة هو من كانوا بيبصوا وطلعت ان السيستم فلود يعني. بس هي فيها فاكتور هي يعني كان في لا هي ما فيهاش تايم ترافل من اساسه يا جماعه خالص. هي فيها ناس جيفتد
بتشوف أيوة المستقبل اند ذاتس ات اللي هم الثلاثه اللي قاعدين في البول دول. بس في جهاز ما فيش بس الجهاز ده قول يا اه ايوه ايه ده ايه يا مهدي ده. وعشان كده هنرجع باك تو ذا فيوتشر وخرج ارايفل لان هو اخذ الفكره بتاعه فيلم تاني مش تايم ترافل خالص اللي هو ماينوريتي ريبورت اللي انت بتتوقع المستقبل. لا تمام لا هو ما كانش كده ما كانش هو خالص انا بهزر انا اسف على بس على فكره هو برضو هو يعني هو في سكه ديجافو شويه يعني. لا ديجافو كانوا بيرجعوا اهو في الاخر رجعوا ومانيبيوليتوا الماضي فعلا بس ده ما كانش فيه مانيبيوليشن للتايم هو كان فيه بس اكنه فوركاست هي فوركاست فهو مش برضو مش سوليد ترافلنج هو فوركاست صغيره فيعني ضعيف شويه كومبيرت يعني بس راسك بس راسك بقى قول انت معايا ولا معاه بس هو كان هيبقى لو كنا فكرنا فيه كنا حطنا بلاش نقص بس هو فعلا في دواعي تخلينا مش بيفت قوي بس هو فيلم فشيخ وفيليب كي ديك هو اللي كتب ماينوريتي ريبورت هو اللي كتب ذا جاسمين بيورو هو اللي كتب بليد رانر هو اللي كتب سكانر داركلي هو اللي كتب حاجات كتير قوي انت عارف انا كنت هبعت لكم ده جاسمين بيورو ما فيهوش لا ما فيهوش ما فكرت فيه انا بقول لك انا كنت هبعته لكم لا صفات زي ماينوريتي ده سكانر داركلي عمل كذا حاجه ثانيه فيليب كي ديك رهيب اورايت 12 مونكيز يقابل بريديستنيشن اي نو ماي وينر انا ماشي اعتقد اي نو ماي وينر انا كمان طب قولوا انتوا الاثنين ماشي انا كنت هفوت 12 مونكيز بس تمام طب قول لو عايز يعني لا انا الارجيومنت بتاعتي ل 12 مونكيز الفيلم ده هو واخد الحته بتاعت التايم ترافل مع الديستوبيان فيوتشر دي بشكل يعني مودو انا بحس ان انا بحب الافلام قوي اللي بتحسسني ان انا خرجت فعلا بره عالم الواقع ودخلت في مود مختلف تماما انا مود الفيلم ده بالداركنس بتاعت العالم اللي هم عايشين فيه انت مش عارف هم عايشين سنه كام ولا بتاع يعني ما اعتقدش ان كان في التفاصيل دي متقاله في الفيلم ولو بنتكلم على اداءات يعني انتوا لما كنا بنتكلم المره اللي فاتت في بري ديستنيشن قلتوا الدراما والتمثيل فيه كان حلو وكده لكن 12 مونكيز انا بالنسبه لي براد بيت وان اوف ذا بيست مونكيز في اداء براد بيت بس براد بيت وباي ذا واي بروس ويلس كان لي يعني بانش لا والله على فكره يعني على فكره ده كان في الفتره اللي بروس ويلس كان بيشتغل فيها عشان لسه عايز يعمل افلام ما كانش عايز يقبض انا فاهم بس هو بروس ويلس مهما حزق علشان يمثل هو في الاخر عمل ذا سيكس سنس فقط لا غير اتفق معك ماشي ما فيش مشكله بس انا اللي انا بتكلم فيه ان 12 مونكيز قدم لك فكره التايم لوب دي بشكل يمكن very mature dark الناس دي بتتعالج نفسيا في فاكتورز كتير قوي تخليك متوتر وانت بتتفرج عليه يعني هقول لك حاجه هو ممكن لو كان في حاجه ليه لو حلقه ليها علاقه بالديستوبيا كان ممكن ي هاف ا مور سوليد هنعمل حلقه على هنحطه برضو بوست ابوكاليبتيك هتبقى يلا بينا انا بس قلت اقول في لا انت يعني كويس ان انت عايزين بس احنا نتكلم على الحاجات حتى اللي احنا شايفين لازم برضو ننصف الحاجه الثانيه ان كويس انت معانا بقى ايه ايدج اوف تومورو باك تو ذا فيوتشر فيلمك لسه موجود لا شت فيلمك لسه موجود فيلمي لسه موجود اوكي ايدج اوف تومورو يقابل باك تو ذا فيوتشر 2 شفت الحته لما قلت لك انا هكتب فيلم بس فعلا انتوا اقنعتوني بحاجه او لو كده انا تمام انا بالنسبه لي انا شفت النزاهه وعدم التعصب انا بالنسبه لي لو ده طلع غلط انا هبقى مبسوط اكتر اصلا اهم حاجه عندي النزاهه طيب مين عايز يقول حاجه ايدج اوف تومورو وباك تو ذا فيوتشر انا عايز اقول ايدج اوف تومورو وانا هقول ايدج اوف تومورو وانا هقول ايدج اوف تومورو مش لحاجه لانه برضو علشان قبل ما نطلع باك تو ذا فيوتشر 2 باك تو ذا فيوتشر 1 لو كان موجود بنسبه كبيره كان ممكن يعدي كان هيكسب ايدج اوف تومورو باك تو ذا فيوتشر 2 انا دلوقتي يعني حتى واحنا بنتكلم لما مهدي بيقول لك انا مش فاكر منه سينز كتير انا مش فاكر منه غير سين وهو بيطلع على الاوتيل وبينط فالديلوريان بتشيله بس يعني مش فاكر حاجات كتير لا هنا احنا قلنا اصلا على ايدج اوف تومورو كام حاجه اللي هي السينز اللي هو بيموت ازاي وبتاعه بيقابل اميلي بلانت هنا بقى الفاكتورز اللي انا كنت بقولها اللي مع ذلك كسب ترمينيتر لان ترمينيتر كان عنده شويه تقصير في الحته دي بالتحديد في حته الزمن بالتحديد والتلاعب بيه لكن هنا ايدج اوف تومورو متفوق متفوق جدا انا فعلا عايز اقول يعني برضو عايز هايلايت شويه انا فعلا الحاجات دي تحسها فعلا هي لعبه روك بيبر سيزرز يعني هي كل حد عنده لو حد نزل مع حد يعني مش لو الحوار اتاخد من انجل تاني ده يكسب وده بالظبط يعني مش مع يعني باك تو ذا فيوتشر 2 ممكن يتحط قدام مثلا كان يتحط قدام ارايفل ممكن مثلا يكسب ارايفل بس ارايفل لو اتحط قدام ايدج اوف تومورو
ممكن يكسبوا يعني قصدي هي ممكن لحسب حسب انت حط يعني كل ماتش بص عليه لوحده مش فكره انت اتخرجته ده والناس الناس بتيجي تلومنا وتقولنا بس انتم ما ثبتوش المعايير ما احنا لو ثبتنا المعايير يبقى نطلع في بدايه الحلقه نقول المعايير ونسيبها وتمشي ونمشي لان خلاص ما المعايير خدها طبقها انت بقى انا في حاجه كنت لكن هي الفكره فكره الاهواء بالظبط الاهواء وحاجه كنت بقولها للمعيد بقول له انا في اوقات وانا بتفرج على الحلقه اللي هو لا ايه ده انا كنت عايز ده فعلا لما جينا بنحط الاسامي بتاعه الافلام في جزء ان انت وانت بتتفرج على الفيلم انا كنت مثلا في مرحله عمريه عامله ازاي اتعلقت بالفيلم ده ازاي في جزء الناس دايما كانت تقول لك قول هذا الموضوع بعيدا عن الاهواء زي ما تكون الاهواء ده يتعيب لا هي زي ما تكون حاجه وحشه اللي هو بعيدا عن النزوات بعيدا عن لا لا انت بقى خلاص يعني الاهواء شيء مهم جدا طبعا انت لازم تجيب انت في افلام معينه لما بتشوفها في وقت معين بتديك انطباع معين تشوفها في عمر تاني تشوف وتاخد انطباع مختلف صح. يعني الهيومن اكسبيرينس اللي هي افلام للبني ادمين في الاخر الهيومن اكسبيرينس عامل مهم جدا وخلاص بعد كده نفرج الافلام على اي ايز بقى والاي اي يقعد يفنط الحاجات تدي له المعايير تدي له 25 معيار يخش يطلعها يعني مفيش حاجه يعني اصلا الارقام اللي احنا بنقولها والريتنجز دي بتبقى محاوله ان انت تحط الحاجات ده في شكل ارقام بس هو عمره ما بيمشي كده انت يعني عمرك ما تقيم القصه 5 من 5 ولا 4 والاهواء هي على فكره اللي بتخليك يبقى عندك فيلم مفضل وعندك نادي مفضل واكشلي واكشلي كمان الاهواء هي اللي بتسيب انطباع الاول قبل ما بتفكر في المنطق هو انت حبيته يعني انا حبيت الفيلم ده صح. بتبتدي بعد كده تشوف انت حبيته ليه مش العكس صح. مش لما اشوف انا الفيلم ده انا بحبه لا صح. بالعكس انت حبيته انا عجبني انه انت بيجي لك الانطباع الاول بتقول بتتبسط الاول بتضحك صح. الاول صح. بتعيط الاول وبعد كده بتحاول تفهم ليه الاحساس ده وصل لك فحوار ان احنا نجلكت الهيومن اكسبيرينس او الحاجه دي حاسس ان هي يبقى ظلم فج للحلقات للافلام يعني بس تعرف ان دخل عمليه عايز افتكر ان اديت ارايفل كام من 10 وديت بريدستنيشن كام من 10 اوكي طب كام اللي هو عكس اللي انت كنت عكس اللي بيقوله دلوقتي وده بيدل ان الارقام هي اللي بتحدد في الاخر يا جماعه كل اللي احنا بنقوله ده كلام فارغ هي الارقام اللي بتحدد كل حاجه طيب انا ممكن اقول ماي بيك احنا هنختار ما بين دول دلوقتي صح انا هقول ماي بيك انا بريدستنيشن الفيلم وده انا قلته في اول راوند خالص انا مش من اكتر الناس يعني اللي انبهرت بالفيلم يعني برضو عشان ابقى صريح وبيبقى عندي مشكله لما الفيلم يبقى معقد قوي فتحتاج اللي هو اجري اشوف مليون فيديو يشرحه مع ان ارايفل انا جريت شفت مليون فيديو استنى شكله عمل حاجه ها مدي الفيلم 8.5 من 10 لا انا هشتكي عيش بقى سوري انا انا كنت بقول فيلم معقد شويه لازم نشوف فيديوهات وبتاع بالظبط انا بريدستنيشن انا كان عندي مشكله مع الافلام اللي هي تبقى معقده بالزياده اللي هو انا بجري اشوف فيديوهات تشرحها وعكس ارايفل انا لما خلص انا جريت اشوف فيديوهات تشرحها وتقول ثيريز واحس ان انا انا معاكم وانا بطلع معاكم بافكار لكن بريدستنيشن هي فكره حلوه ماشي ما فيش مشكله وزي ما قلنا اللي هي انت لو قريتها ما شفتهاش هتحس ايه ده انا مش مهتم لكن ارايفل بالنسبه لي من اوله لاخره يعني لو هنتكلم على فيلم لا هو فيلم ادالك كل حاجه انت عايزها فيلم فيه دراما فيه بورت الثريلر ان انت عايز تعرف التشويق والكلام ده طبعا كل انكاونتر ليه مع الالينز كنت بتتوتر يعني انا اول مره بتطلع الدايره دي على طيب اللي هو تعالوا انا اسف هقطعك تعالوا نفكر مين ودي حاجه ممكن تبقى ريليفنت اصلا مين فيلم في دول اصعب ان هو يتعمل بكل الظروف اللي معاه اصعب ان هو يتنفس اصعب ايه تكنولوجيا هو يعني؟ اصعب ان هو يتنفس ان الفيلم ده يطلع بتاع ما هو ما ده داخل معايا برضو عشان انا برضو عايز ابقى فير شويه يعني ده اتس ا بيج بودجت او يعني ا بيجر بودجت موفي ذان بريدستنيشن بريدستنيشن ده في البسيط خالص يعني كانوا بيهزوا الكاميرا شويه لما بيسافروا بس يعني كانت الدنيا بس اللي هو على هادي قوي فان انت تطلع حاجه من حاجه قليله قوي دي برضو حاجه تحسب له جدا ارايفل مايت بي ا بيجر بودجت و ستارز اي ليست يعني داخل في حته شويه بس برضو مش عارف اقول ان الكونسبت هنا بسيط لا الكونسبت هنا مش بسيط خالص كونسبت مش بسيط يعني احنا ما حدش بيقول بس عارف انت في كلمه كده اللي هي بتلاقيها في الفيديوهات بتاعه الريفيوز بره يقول لك ده الحبكه كونفوليوتد مكلكعه قوي انا كان في بورت هنا ده كنت حسيته يمكن لما شفته مش هضحك عليكم يعني يمكن برضو ده انطباع انا الشخص على الفيلم ده لا ارايفل كان في الحته لما تيجي تري واتش الثاني بتابريشيت حاجات زي لقطه جيرمي رانر لقطه ان هي كل الكلام ده في الفيوتشر ها هنا انت برضو يعني ما تقدرش تنكر ان ده في
ده هو المرحلة لما كان جين وبعدين دلوقتي بقى جون و و و بس ما اعرفش يعني انا حسيت انا مش من هواة الفيلم يمكن انا دي فعشان كده انا هسحب نفسي انا عارف لا انا انا هاخد باك سيت وهسحب نفسي علشان ما بقاش اللي هو ايه في فيلم انا مش انا هقول ارايفل ولكل الاسباب اللي احنا قلناها قبل كده ولو عايزين اسباب تانية انا ممكن ابقى اتدخل من شويه ادينا افضليه لارايفل لانه فيلم زي ما قلنا بلا داعي يعني هو مش تطور طبيعي على حاجه مش هو اللي هو عمل الداعي بعد ما انت شفته مش, يعني مش هو اللي ما كانش طابور وهو جاي راح وقف في اوله هو ما كانش فيه طابور خالص وهو انشاه اوكي نفس الكلام انت بقى ده برضو ده مشروع ما حدش جرب فيه قبل كده نفس الفكره بتاعت ارايفل ماشي بص هو ككونسبت والاثنين على فكره متاخدين من شورت ستوريز بريديستنيشن ممكن يكون في شويه من حته مثلا 12 مونكيز مثلا شويه بس صح. على تايم كاب حاجات كتير داخله في النص لا سوري قصدي اللي هو اللي كان اسمه ايه شخصيه ايثان هوك اللي هو الباركيب انا قلت تايم كاب تايم كاب ده فان دام دوت اقصى درجه فلسفه بالنسبه له انك لو رحت لمست نفسك انتوا الاثنين هتسيحوا بس هي دي درجه الفلسفه اللي فيها يعني انا فاكر تايم كاب لما الارض كانت مكه كهرباء وفتح حوض على المطبخ دي اكتر حاجه انا فاكرها ولا فاكر سايحان ولا فاكر اي حاجه مش فاكر ليه مش هو في الاخر راح جايب الشرير زقه على الشرير فصحي مش فاكر اللقطه دي خالص طيب قال لك ذا سيم ماتر كانت اوكيباي ذا سيم سبيس انا ليه فاكر الكلام ده بقول لك الفيلم ده كان جاي مع فيلم باين عسكر في المعسكر ولا في السن العظيم محطوطين هما الاثنين بيتبعوا مع بعض في مكتبه الاهرام ما علينا دي فايت صعبه شويه والله برضه يعني في ديستنيشن زي ما بقول لك ليه دواعي فلسفيه ودواعي الفلسفيه بتاعته مشروحه جوه اسمه هو لا يتعامل فقط مع انه بيجسد لك فكره مجنونه اتس اباوت بريديستني اتس اباوت البرسبشن او طريقه الانسان في فهم مفهوم القدر من اساسه هل هو ترسم من الاول ولا بيترسم البيضه ولا الفرخه ولا بيسموها في عالم التايم ترافل او الفيزيكس الجيم بارتكل اللي أوكي. هو حاجه وجودها يعني ان هي موجوده هي اللي خلت ان هي تتوجد فهي دايره هي على طول في الزمن هي حاجه ما خلصتش ما ابتدتش بس ارايفل برضو اكزيستنشال كده وفيلوسوفيكال اكتر وفي كده حاجه انا بس مش عارف برضو بفكر كنهايه كده احنا لو اخترنا ارايفل كافضل فيلم تايم ترافل الناس تقول علينا ايه ما هو اصلا هو مش تايم ترافل هو تايم مانيبيليشن للامانه يعني ماشي. بس هو لو اذا جوكر ديستنيشن از اول اباوت مانيبيليشن هو كله مانيبيليشن في مانيبيليشن لا يا جماعه لا يا جماعه انا اي فوت بريديستنيشن يا جماعه بريديستنيشن هو كله فلسفه زمن لا لا هي واضحه دلوقتي بالنسبه لي الرايفل استخدم عنصر التلاعب بالزمن للتدليل على فلسفه اخرى بريديستنيشن هي كلها فلسفه زمنيه من اولها لاخرها يعني ممكن نقول ارايفل از ا بيتر موفي اوفرول اتفق ارايفل از ا بيتر موفي طبعا ايفن دو يعني انا بالدليل اهو حتى من غير ما كنا عارف ان انا هقعد القعده دي which is time travel لما بصيت على الفيلمين لعوامل مختلفة بالنسبة لي كانوا نفس النتيجة أوكي. بس على الترابيزة دي في ترابيزات تانية كتير بالنسبة لي افوت ارايفل انا عايز اقول لك ان انا كمان دي حاجة مهمة برضو في حلقات الدور الستاشر لما بتتكلم على افلام بصوت عالي بتشوف الحاجات بشكل مختلف وبتفاليديت افكار عندك برضو كنت تخاف تقولها بصوت عالي فبتشوف الحاجات بشكل مختلف انا ارايفل مثلا دلوقتي عايز اشوفه تاني لازم اشوفه تاني اشوفهم كلهم دي حقيقه يعني حتى باك تو ذا فيوتشر 2 انا عايز اتفرج عليهم تاني بقول لكم انا يعني شبه مش فاكره بس عشان شفت الدوكيومنتري ريسنتلي ففاكر الاحداث أوكي. وفاكر البروبس وفاكر التريفيا كلها يعني مثلا لو كنت شفته من غير الدوكيومنتري كنت هفتكر كل ده عشان مجمع كل حاجه فيه this is a better movie بس I would vote predestination خلاص for the theme of this for the يعني كحد مالك اكتر للفكره ومقيفها ان هو يعمل حاجه ديفينيتيف اتقطع دلوقتي من جواك صح انا يعني بس الراجل من اول راوند يقول لك ما بحبوش واحنا اكشلي انا يعني انا بحب ارايفل اكتر يعني ك ك ك ك كمحمد ك ك يعني كان ميال لايه بس كفيلم يسوليديفاي التايم مانيبيوليشن بالشكل العميق ده
بالبودجت دي بالظروف دي بقول لك الفيلم ما تسوقلوش اصلا. وحتى احنا بنقول ان هو في العوامل الاخرى ممكن يكون اقل من ارايفل لكن ما يتقالش عليه اضعف من ارايفل. هو السكوب بتاعه كله على بعضه كده بالظبط. لو بودجت موفي ما تعاملش مع التحديات اللي كانت موجوده عند ارايفل. الستار باور في ارايفل اقوى طبعا. هنا طبعا بيتعامل بال ومزيكا ومزيكا وسكيل يعني في كده يعني انا فاكر كويس في بريدستنيشن الايجنت اللي جنده اسمه نوا تايلر تقريبا اسمه الممثل حطوه على البوستر. الراجل ده متخيل درجة المأساة اللي هم فيها مش لاقيين اسم يحطوه على البوستر. الراجل ده اقصى حاجة عملها انا فاكرها له فانيلا سكاي مع توم كروز وطلع في هو اللي قطع ايد جيمي لانستر في جيم اوف ثرونز. فور يعني فور الريزنز اللي احنا قلناها بريدستنيشن بس عشان تعرفوا ان انا راجل طيب. انا في حاجه والله هقولها لكم علشان بس ايه مهدي كان بيقول لي انت بتتقطع. لا والله بالعكس انا هري واتش بريدستنيشن بعد ال مع اصحابك مع اصحابك عليه مع بعض. قلت لك لو دخلنا الامتحان وقررنا نشوف فيلم مع بعض لو انت مسافر وقدامك كريست بس تعرف حاجه هو بريدستنيشن في المشاهده الثانيه مش زي الاولانيه خالص. الاولانيه ليها سحر اكتر من هو التانية. هو عكس تصدق يعني يعني تتفرج عليه اول مره تنبهر اكتر من المره الثانيه. المره الثانيه هتاخدها اللي هي تشييكه كده على شويه حاجات وخلصنا. ارايفل العكس ما تحبش ترجع له ثاني. نفس الموضوع ينطبق على ذا سيكس سنس. هو مشاهدتين الثالثه مالهاش لازمه خلاص. انترستيلر كده برضو اعتقد شويه. لا انترستيلر بالنسبه لي لا اتوقف على المشاهده. لا بس يعني قصدي مش يعني مش اول مشاهده على التشيك بوينت يعني قصدي بعد كده ممكن تتفرج عليه عادي بالعكس ممكن تاخد بالك من حاجات ثانيه. طيب الفاينل افلام لسه موجوده وبريد ما ينفعش ان لا الفاينل ما ينفعش الفاينل انا اسف عشان هيبان قوي ان في بايز في تحيز انا اسف. طيب انا ممكن اقول انا بقى بما ان انا اللي ليا ليس ليا لا نقاط يا جماعه انا عاوز اقول لكم حاجه انا ما بحبش بريد ديستنيشن انا والله ما بحب والله انا مش حاجه والله انا لا انا هقول انا عاوز اخد ايدج اوف تومورو بس عشان ارجع بلازما بالظبط. لا انت في فاكتور لسه قايله ان بريد ديستنيشن حته الماجيك بتاعه في وسحره في المره الثانيه بتنخفض قوي صح. ايدج اوف تومورو انا شفته لغايه دلوقتي 5 مرات ايه ده ايه ده. بس على فكره هو بريدستنيشن كان يخسر قدام ارايفل في نفس العامل ده بس لا. ده مش العامل الوحيد. لا لا, 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 لا مش العامل الوحيد فانا بقول لك اللي هو فهو ديفينتلي يخسر قدام ايدج اوف تومورو يخسر قدام ايدج اوف تومورو دي. ولو بنتكلم ان هو خد حاجه عملها فيلوسوفيكلي بهذا الشكل ايدج اوف تومورو خد عامل التايم لوب او التايم ترافل وعملها بالشكل الفلسفي ان هو خلى لك الكاركتر بتاعك ده انتيتي وبل بالعكس ده هو خلاه هو الليدر قدام الجيوش بتاعت الالينز الالفا تمام. مع ان كان ممكن الليدر دي تبقى اللي هي اميلي بلانت البني ادم اللي اتعرض لده لكن ده هو جاب لك واحد اللي هو موظف بيروقراطي جدا في الجيش هو ده الانتيتي اللي واقفه قدام ده يعني ده مش وممكن نقول ان طبعا Edge of Tomorrow is a bigger scale more star power طبعا rewatchable more enjoyable داخل في حتة البلوك باستر اكتر طبعا. لو الفيلمين شغالين قدامك هتتفرج على مين يا مهدي؟ هتفرج على Edge of Tomorrow بس انهي اول مشاهدة مبهرة اكتر؟ ايدج اوف تومورو انبهرت فيه برضه لا ايدج اوف تومورو بس يا جماعه بريدستنيشن دوت يعني يتهيألي في حياه البني ادم عدد محدود من الافلام اللي ممكن تكون صدرت له احساس اول مره يحس بيه على الاطلاق بعد ما شاف فيلم ماشي. انا سبحان الله وللمفاجاه وبعيدا عن الافيه انا كنت بتفرج على الفيلم ده مع مجموعه من اصحابي بس كنا في الشغل وانا كنت سمعت عنه وقلت لهم تعالوا نشوفه مع بعض ناس كتير كانوا مرشحوه لي كنت لسه بادئ في بدايه القناه وناس كتير قالوا ده في فيلم بس مش هتلاقيه ولازم تقرصنه واضطريت طبعا اقرصنه كذا ما كانش في اي نتوركس خالص او منصات او بتاع ولميت ناس من الشغل وبعد الشغل قعدنا اتفرجنا عليه أوكي. ده الفيلم اللي ما بين الشوطين كان فيه استوديو تحليلي أوكي. يعني في نقطة معينة لما ابتدينا لا لا لا, لا انت استنى. انت ناوي تعمل ايه انت أوكي. في الحتة دي عملنا بوز لا اشرح هو 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 وفي الاخر يطلع كلهم وده صعب صعب قوي صعب وبعدين برضو هي تو اكزامبلز تعرف ان انا سريعا كنت قلت طب تعالى بسرعة الفيلمين دول فيهم ستراجل والفيلمين فيهم فيلم صحيح صح نفس ده هو نفس البلد برضو هو صح هنا الفيلم بتاعنا بلا شخصية على الإطلاق هو انت يعني عندها ادفانتج مش عندك فبتحاول تأدابت ليها
بس برضو في ديستنيشن ده قصه كفايه يا محمد صلاح بتاع يعني داخل جاي من تحت قوي ومن من ستريت تو دي في ديز ولا بلو رايز وبيخبط وعشان الناس شافته وعجبهم وابتدينا نقول لبعض يعني ابتدى يخبط ان هو بقى ديفينيتيف عليها ما حدش كان بيرشحه لحد وبيقول له هو عن ايه ايوه ايوه يقول له اتفرج بس هو. لان هو مش علشان انا مش عارف اشرحها بس انا عارف ان لو شرحتها هتطلع سخيفه جدا ان انت تشوفها احسن من ان انت تقراها ايدج اوف تومورو ايدج اوف تومورو هو ايدج اوف تومورو ما تخش ان هو نجح قوي في السينما لا لا ما نجحش مش يعني مش واكشلي هو معروف هو نجح بالورد اوف ماوث بعد كده برضه نفس الفاكتور على فكره وورد اوف ماوث يعني هو الناس قالت لك ان ده في فيلم بس في ديستنيشن ليه درويش اكتر بكتير من ايدج اوف تومورو صح اعتقد ان ايدج اوف تومورو مش هتلاقي ليه كالت قوي يعني وهتلاقي في ناس هو انا ومروان امام انا وانت ومروان امام عارفين لا هتلاقي مثلا ايدج اوف تومورو ممكن يجي على ام بي سي 2 والناس تقلبه عشان فعلا كانت بتفتكره اوبليفيون دي نقطه وفي حته الناس لما بتشوف اي حاجه روبوتك يقول لك بس ده فيلم بقى ايه اللي هو عارف ريل ستيل والحاجات اللي هي بتاعت هيو جاكمان والسكه دي ده اكيد فيلم تعبان اتس ماتش مور ذان ذات انا بحس بس برضو يعني ده اكسبشنال بص الفيلمين اكسبشنال ده اكسبشنال في التخبيط من تحت اللي هو أوكي. انت معفره ان انت تعمل حاجه بحاجه انت مؤمن بيها وهتبقى وده عنده فلسفه وعنده فلسفه ده از بس انا انترتينمنت اوتنج يعني بس عشان ماشي. انا بقول لك انا ما قريتش المانجا ما اعرفش الاوريجينال بتاعه ايه بس اولا يعني فكره ان هي بيزد على كوميك او مانجا او حاجه ومعموله وبتنفذها حلو ومسمعه وبرده مفيش افلام بلوك باستر موفيز زي ايدج اوف تومورو كتير يا مهدي مش هتلاقي دلوقتي مفيش دلوقتي في حاجه انا اللي زعلان من الفيلم ده زعلان بس ان هم لغايه دلوقتي عصبيين في الجزء الثاني ما انت اقرب حاجه هتلاقيه الايدج اوف تومورو باي ذا واي يعني كبلوك باستر اللي هي جت كيم اوت اوف نو وير كان توب جان مافريك السنه اللي حاجه كده يعني توم كروز برضه يعني هو يعني ايدج اوف تومورو وفول اوت وتوم جان مافريك يعني هو اللي بس نادرا ما بتلاقي فيلم فيه كونسبت الكونسبت انا اصلا عمري ما فهمت اليوم بيتعد يعني هندخله في الستوري ازاي ايه اللي بيخلي اليوم يعني معموله مكتوبه حلوه قوي و انا ممكن اقول لك انه كتايم لوب لو انت بتتكلم انا بالنسبه لي يعني برضو ايدج اوف تومورو هو احلى من ديفينتلي من سورس كود من جراوند هوك داي من اي فيلم خد الكونسبت ده وعمل. بس ده من المفهوم يعني فاكر من شويه لما كنا متلخبطين هل الرايفل اتبنى على الفاونديشن بتاع باك تو فيوتشر لا ولكن ايدج اوف تومورو 100% اتبنى على الفاونديشن بتاع جراوند هوك داي بالظبط وبس هو انه يتبني عليها وان انا ابقى احسن منها بكتير يعني مش احسن منه بس اللي هو يعني مور ادفانس بس مور ادفانس واخد عارف بشكل عارف اصل احنا من شويه زقنا في الرايفل قوي دفاعا عن فلسفته لانه يحمل فلسفه صح. تمام جراوند هوك داي يتميز عن ايدج اوف تومورو انه بيحمل فلسفه اوكي لان احنا بنتكلم على شخصيه كريهه جدا وسخيفه جدا وما اعرفش مين وبتتعود بتتعلم حاجه من التجارب الكتير بتاعتها بالم سبرينجز بقى بيحمل فلسفه هو كمان بس هو مش معانا النهارده بريديستنيشن فيلم يحمل فلسفه كنت بيحمل فلسفه بالظبط انا في فاكتور ايدج اوف تومورو حاولي انا مش بقولك ان هو متجرد تماما من الفلسفه احنا كنا بنتكلم على شخصيه اعلاميه متلاعب مش في دماغه وتعلم حاجات جوه الموضوع بس اللي هي ايه حاجه زي دروس ثانيه ابتدائي كده ثانيه ابتدائي ممنوع يتفرجوا على بريديستنيشن ما ينفعش يتفرجوا على بريديستنيشن يعني انا ممكن اقول فاكتور هو انا بالنسبه لي مهم جدا في افلام التايم ترافل ماشي الا وهو ان الفيلم يبقى فيري فن يعني فيلم لذيذ جدا بقى واقعد اتفرج عليه ويمكن ده جزء من الحاجات اللي كانت بتخليني احب باك تو ذا فيوتشر احب اللي هو اكس مان دايز اوف فيوتشر باست اند جيم ليه لان هو بيجيب لك حته انت بتحس الفيلم لذيذ الفيلم المفروض التايم ترافل انا بصلح غلطاتي فالفيلم برضو يبقى لايت هارتد يبقى خفيف شويه هو مش لازم بس الافلام اللايت هارتد بتعلق اكتر معاك يعني بتسيب يعني يا اما هارت بريكنج 100% يعني ليفل فيلم ذا ميست مثلا فاهم بس انه يعني فكره ان الاحساس بس ان الدنيا اتس ا فول لوب ان ا ساتيسفاينج واي او انه حد بقى باتر او حد اتعلم اكتر ما هو ديستند ان هو يبقى كده في حته كده برضو الديستنيشن عدمي اكتر ما هو اكزيستنشال اكتر بكتير وعدمي وكل ده من غير كومبرومايز على الدراما هو في جواه دراما وفي جواه قصه حب وفي جواه قصه بني ادم عاوز يحقق طموح وفي جواه قصه محاوله قضاء على شرير اوكي سو ايدج اوف تومورو برده في فاكتور بس ممكن يبقى صغير جدا بس الكاركتر بتاع ايميلي بلانت ان هي شي وينت ثرو حاجه سيميلر بس انت شايفها من الاخر
برضو مديه دبث شويه اللي انت اكنك شايف الفيوتشر بتاعه عامل ازاي لو حاجه باظت او ايا كان. يعني بحس ان يعني املي بلانت لو كانت مجرد لوف انترست بشكل او باخر ما كانش هيروح في السكه دي خالص. بس اتس سترونج فيميل ليد سترونج برضو. هو الناس برضو قفلوا من الفيلم بسبب البوستر لما شافوها على البوستر قال لك دي زي اوبليفين برضه. صح صح اوبليفين. انت شفت فيلم مون؟ اوبليفين شبه مون قوي. حد عارف مون بتاع سام روكول؟ بتاع سام روكول شبه جدا شبه بعض جدا. بس انا استحمل اوبليفين عن مون الحقيقه. يعني مون كان مون في وقت ما كده كان برضو حاجه كده زي اروى ما تشوف في فيلم اسمه مون اتفرج عليه. ايدج اوف تومورو ولا بريدستينيشن؟ بص انا خدت سكه الجديه من البدايه وساتبنى في سكه الجديه حتى النهايه. اوكي اي فوت بريدستينيشن. وانا اخذت سكه الهلس من البدايه وهفوت لسكه الهلس في النهايه. ايدج وده مش هلس بس ايدج اوف تومورو ميها في عيبك بقى. شوف لو قلت دي مش هندخل مع لا براحتك انا مش هدخل معاك مش هنتفرج على افلام مع بعض ولا في اي حته بقى. تقول لي واقفين في طابور مرور نتفرج على فيلم مع بعض مش هيحصل. ولا ابراهيم فين يا عم؟ بريدستينيشن وصل لهذه المكانه وده جاي متسلح بتوم كروز وإيميلي بلاند. لا اقول حاجه وده يا عيني ايثان هوك وسارة سنوك. لا بس ده جاي اللي هي اصلا ما بقتش نجمه غير بعدها بعشر سنين. انا مش معترض بس ده جاي متشلح ليه؟ لانه عشان لو دخلت على البوكس اوفيس بتاعه ده فيلم فشل. يعني ده فيلم ده أيوة بس ده ليس طبيعي بس ده ما فشل ده ما فشلش علشان توم كروز وإيميلي بلانت. هو فشل ده لو فشل ده لو فشل. انا على فكره ما اظنش ان هو ألتيميتلي فشل. هو ممكن يكون في البدايه ممكن اداءه مش كويس وبعدين تصعد بره اتشهر باسم ليف داي ريبيت اصلا. يعني ايدج اوف تومورو ده ممكن الناس تقول ايه استنى بس هو عيبه بس فكره ان هو جاي في ظهر اوبليفيان فالناس خدته بذنبه فده الكلام ده. بص هو ما جابش يعني هو البادجت بتاعته ده يعني ما تجرؤوش يعرضوه في السينما من اصله. البادجت بتاعته 180 مليون جاب 370 يا عيني. ده اللي هو خد في وشه فده بقول لك ده جاي متسلح. يعني في مكفر الماركتنج بادجت بتاعته يا عم ماشي يدوبك. يعني هو بروك ايفن ده اتعمل تقريبا ب 5 دولار ونص وجاب 7 دولار وعملوا منه بتاع 15 جاب بتاع 7 دولار بس برضه الورد اوف ماوث بتاعته يعني ده دلوقتي. اندي ده ينفع يتقال عليه اندي؟ بقول لك نو تيلر كان مكتوب على البوستر. انت متخيل درجه البؤس؟ الراجل ده والله يعني الراجل ده في الاغلب هيطلع اسمه مش نو تيلر اصلا بقى احنا ناسيينه يعني كمان استنى لا هقول لك هو لا هو نو تيلر هو عشان وشه مميز قوي صح هو نو تيلر. انا حاسس ان انا قاعد عمال افكر زياده عن اللزوم. السليب اوف فيث يا ترى خد بريدستنيشن او ايدج اوف تومورو اللي يريح. خد بريدستنيشن او اللي يريح. انا هاخد ايه؟ طيب هقول اخر جمله وهقول وراها القرار على طول. كفيلم يعني انا بحبه وحابب اتفرج عليه وحاسس ان هو فعلا فيلم مميز كواتشنج اكسبيرينس وكحاجه ريكومند وحاجه اتبسط بيها اعتقد ان جونا بيك ايدج اوف تومورو. ولكن لا اعتقد لا ولا ولكن اقول لك على حاجه احنا كده خلاص صح؟ هذا لو انت شايف كده يبقى خلاص. بريدستنيشن. على اساس ان انت كنت متوقع ان هو هيلاعب في النهائي. انا ممكن اقول لك حاجه ده تويست زي بتاع اخر بريدستنيشن كده ان هو شاف الفيوتشر غالبا ممكن في حاجه باتر فلاي افكت حصلت ان هو لو اختار بريدستنيشن ممكن العالم ينتهي فهو رجع وده مش طارق ده واحد تاني. لا بريدستنيشن من الاول انا فعلا كنت حاسس ان هو قوي بس انا في الاخر مش قادر اقول ان هو اتليست عجبني اكتر من ايدج اوف تومورو. انا فعلا بحب ايدج اوف تومورو فشخ يعني فعلا بحبه فعلا فاهم يعني مش قادر اقول ان انا يعني مش عايز اقول ان هو احسن صح. علشان ليه كولت او علشان مور في الاخر مين اللي قعدت اتفرج عليه واتبسطت وبقيت ريكومند لكل الناس واحبه ايدج اوف تومورو اتس از سمبل از ذات. بس من وسط الحاجات دي فعلا بريدستنيشن واز ا فيري فيري سوليد كونتنت بغض النظر عن الايموشن يعني وسيبك ان هو وصل الفاينل كمان فعلا يعني انا عارف ان هو هيخش يدوس عشان كده انا كاتبه يعني بثقه انا عارف ان انت داخل تدوس 100% بس انا مش قادر اقول مش قادر اجنور ايدج اوف تومورو كتب باك تو ذا فيوتشر باك تو ذا انت ايه
كاتب بريدستنيشن كنا نبقى كده. ف ايدج اوف تومورو يا جماعه هو نتيجه التفضيل بتاعت هذه الحلقه بهذه المناقشه بهذه المناظره في هذه الحاله في هذه درجه الحراره في هذا التاريخ في هذه الساعه، علشان محدش يقول ازاي ايدج اوف تومورو هو افضل فيلم تايم ترافل في التاريخ. مش ده اللي احنا بنقوله خالص، بنقول هذه الحلقه نتج عنها هذا. حضراتكم بقى هتلعبوا هذه الالعاب وتقولوا لنا لما عملتوا الدور 16 دوت مين اللي كسب، واكتبوا لنا التعليق بتاعكم في الكومنتس وقولوا لنا اذا كنتوا انبسطتوا من الحلقه ولا لا، وقولوا لنا حابين شوفوا افكار ايه تانية. وقبل ما تقولوا افكار تانية علشان نعملها في دور 16 السينمائي، بصوا الافكار اللي الناس التانية كاتبينها، ولو شفتوا فكره عجبتكم دوسوا لايك علشان تطلع لنا فوق علشان نتيجه اب نعرف ان في اجماع عليها. انبسطتوا بالحلقه؟ انا عايز اقول لك دي من الثلاث حلقات اللي جيت دي اكتر حلقه انجويد بجد والله 100%، لانه كل الحاجات انا فعلا بحبها، مش بتكلم على الحاجات. ما هنصنفك في الخيال العلمي من هنا ورايح. انا معاك في الساينس فيكشن. فحاسس يعني الافلام الثانيه احنا كنا بنتفرج على افلام بتاعه اوسكارز، عندك رينج كبير في حاجات اصلا انت مش موتيفيتد تبقى قريب منها. حاجه ثانيه احسن افلام في الالفات، مش كل حاجه برضو سديت سفيري سبيسيفيك ليست لحاجه، عارف تقارن حاجات بين بعض شويه. ف واحنا برضو يعني انا برضو مبسوط ان محي، مع ان على فكره يعني برضو تو بي فير اول ما كنت بتكلم على محي مهدي قال لي اه محي صحيح هات وبتاع يود لاف تو ميك ان ابيسود معاه. فمهدي حتى ما كانش يعني هو ما كانش بيقترح نجيب محي، يعني انت سيرتك طلعت في خروجه او في حاجه زي كده غالبا لو انا فاكر صح. كان بيتكلم زمان، انتوا تعرفوا بعض من فتره طويله صح؟ كان بيقول لك في مره كنتوا قاعدين في حته وقررتوا تشوفوا فيلم مع بعض. ده كلام فاضي، لا ده مش صح. لا بجد والله يسرك كده. قلت له طب محي كلمه خليه يجي معانا الحلقه الجايه. انا فعلا بصراحه اول ما طارق كلمني انا انبسطت جدا، لانه اولا واخيرا بقى قبل ما غير ان احنا اصحاب وبنقعد مع بعض وكده، انا يعني انا فان للبرنامج وال 16 فيلم ده يعني عكس فعلا في الليستات الثانيه اللي هو بيبقى فيها افلام انا ما شفتهاش. كنا هنعمل الليستات الثانيه احنا انا في الليستات الثانيه دي، لا انا دي لما احنا قلنا هنروح ليها وال 16 فيلم، لا انا كلهم حاببهم، انا كلهم مبسوط وفعلا انبسطت. والارجيومنت بقى يعني وده للناس فعلا ده هي عكس تماما ما بتبقى انت متخيل. يعني انا كنت باك تو ذا فيوتشر وانا اي كبت يعني فضلت افوت باك تو ذا فيوتشر للاخر، بس في الاخر ارايفل يعني انا حتى ما حاولتش اقنعكم بباك تو ذا فيوتشر، لان لما انت قلت حته اللينجويستكس دي وبتاع انا بلعتها. ممكن اقول حاجه وانت بتتفرج ساعتها ما تبلعهاش، لانه بس في حميه القعده وانت قاعد لا بتتغير بتفتح حاجات انت ما شفتهاش بالشكل ده قبل كده. وفي الاول في الاخر احنا ما كسبناهوش كاس العالم يعني كسبنا الحلقه يعني ما قعدنا نكسبش. فانا بالنسبه لي لا انا مبسوط جدا وان شاء الله نكررها تاني. سيم كلام. يا رب انتوا كمان تكونوا انبسطتوا. في انتظار اقتراحاتكم. الف شكر لحضراتكم على المشاهده، الف شكر لحضراتكم على المشاركه، وباي باي.